بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش اليوم الثلاثاء باذن الله كالعاده لمده ساعتين. هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر. نتمنى لكم السلامه في هذا الجو الممطر الغريب المختلف، سواء كنتوا في الشارع او اتزنقتوا طول اليوم في الشوارع او روحتوا البيت سالمين او باذن الله في طريقكم للبيت. لو اتفرجتوا في الاعاده تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال باذن الله. النهارده بنتكلم اكيد على نقاط كثيره جدا، ابرزها بطوله السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك. الجمعه وصل الاهلي ووصل الزمالك، استقبل جمهور الاهلي ناديه المفضل واستقبل جمهور الزمالك لاعبيه المفضلين، والان الكل على اتم الاستعداد لمباراه او حفل كروي كبير يسبق المباراه بساعات، والجمهور هناك ننتظرهم من هنا لنرى هذه الاجواء المثاليه الرائعه لنحتفل بالمتوج ونقول اكيد هارد لك لمن لن يفوز بهذه المواجهه. في الوقت اللي على مستوى اوروبي فدوري ابطال اوروبا حسم النهارده على مستوى المتاهلون بعض او متاهلين بعض المقاعد، تشيلسي مثلا راح، ميلان بيقترب، ولكن على مستوى اخر في بعض الفرق بتؤجل التاهل الى الجوله المقبله وبعضها ودع بالفعل، ابرزهم السيده العجوز يوفنتوس خسر من بنفيكا في فرصته الاخيره باربعه اهداف مقابل ثلاثه، فالان ينافس على التاهل الى الدوري الاوروبي. ده الى جانب لقاءات لعبت في الدوري المصري الممتاز النهارده وتحديدا مباراتين هنتكلم عن تفاصيلهم بعد ثوان قليله في الماتش، في حلقه هينورنا فيها الكابتن مودي الجرحي احد اساطير كره السله المصريه والنادي الاهلي منذ ولد داخل النادي الاهلي كما يقول دائما وحتى اعتزاله الشهر الماضي. هنتكلم بكل تاكيد عن رحله كانت ناجحه ومسيره مختلفه، هنناقش تفاصيلها في الجزء الثاني من هذه الحلقه بعد ثوان قليله. يبدا الماتش، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الماتش. النهارده في الدوري المصري الممتاز لعبت مباراتان في دوري رابطه المحترفين المصريه وكانت النتائج كالتالي: البنك الاهلي تقدم بهدف في مرمى سموحه من ضرب الجزاء سجله محمد هلال جورجينيو الكره المصريه بكره حلوه كده بالشياكه بتاعه جورجينيو الايطالي نجم تشيلسي، لكن سموحه من خلال صديق اوجولا سجل هدفا رائعا من خلال نفس اللاعب او صنعه له نفس اللاعب اللي كان تسبب في ضربه الجزاء على فريقه، والكلام هنا على اللاعب دودو اللي عمل ضرب الجزاء ثم صنع هدفا سجله اوجولا. نقطه لكل فريق في الوقت اللي نجح في طلائع الجيش رغم التاخر امام امبي بهدف انه يسجل هدفين ويحصد النقاط الثلاث، وصاحب هذين الهدفين هو خالد قمر. خالد قمر وصل لرقم 73 على مستوى اهدافه في بطوله الدوري المصري الممتاز، والحقيقه انه اللاعب اللي النهارده نجح في كسر ارقام للاعبين من اساطير الكره المصريه زي محمد بركات بيقترب دلوقتي، وباسم مرسي كمان من اللاعبين اللي لسه بيشاركوا في الدوري المصري الممتاز بيقترب بعدد قليل من الاهداف من اسطوره اخرى هي عماد متعب بهدفين، الان بيبحث عن اهداف جديده ليحصد النقاط لفريقه الجديد طلائع الجيش، ومن اجل مجد شخصي لم يحققه الا عدد قليل من اللاعبين وهو الوصول الى نادي المئة في الدوري المصري الممتاز. تعالوا نستعرض أرقام خالد قمر اللي سجل 73 هدف ويقول دائما ألغيت لي 7 أهداف كان زمانه 80. في طنطا سجل هدفا، في اتحاد الشرطة سجل 19 هدفا وبيقول لي 7 تانيين مع الفريق ده ما تحسبوش، مع الزمالك سجل 6 ومع سموحة سجل 3 أهداف. ثم جاءت رحلة الاتحاد السكندري الأقوى في مسيرة خالد قمر على مستوى التهديف 25 هدفا، في الإنتاج الحربي 9، في الجونة 8 الموسم اللي فات، وفي طلائع الجيش لم يسجل في المباراة الأولى فعوضها بهدفين في المباراة الثانية. عادل إذن محمد بركات في عدد الأهداف بالدوري، تخطى كل من عبد الحميد بسيوني وباسم مرسي، يتبقى له هدف واحد لمعادلة الأسطورة كابتن حمادة إمام صاحب الـ 74 هدفا، يتبقى له هدفان لمعادلة عماد متعب صاحب الـ 75 هدفا، لكن هو دلوقتي وهو ماشي بيكسر الأرقام بتاعت زملائه سواء الحاليين أو السابقين مش باصص إلا لكام جول؟ ادي 7 يبقوا 80، 27 جول علشان يوصل لنادي المئة. معانا على التليفون نجم طلائع الجيش الكابتن خالد قمر، اهلا بيك كابتن خالد. هاني حبيبي ربنا يخليك منور الدنيا، مبروك الفوز الاول.
الجميلة دي، شكرا يا حبيبي. العفو، انت تستاهلها. النهارده اداء كبير، رحله كانت جديده بعد رحله الجونه، اللي انت قلت ان انت باصص للرحله اللي بعدها علشان تعوض ما فاتك، والنهارده في الجوله الثانيه بتسجل هدفين وتعادل وفوز بعد كده. والله الحمد لله، يعني انا جاي نادي الجيش، منظومه محترمه وجهاز فن محترم واللعيبه على اعلى مستوى. نادي الجيش السنه اللي فاتت مركز رابع، فيمكن كان في كذا عرض بس انا اخترت نادي الجيش بناء على اللعيبه اللي موجوده وعلى الجهاز. انا من نوعيه ان انا بحب ان اهم حاجه عندي يكون الجهاز مقتنع بيا، مقتنع كويس، عارف ان خالد بيأدي ازاي. فالحمد لله كان اختياري موفق، وربنا كرمني ماتش الاولاني ما كنتش بلعب عشان كان عندي 10 غرز في وشي، فكنت يوم الماتش فاكك لسه يعني فك الغرز يوم الماتش، فممكن الكابتن ما يكونش يعني حب يشاركني. الماتش كان يعني اول، مظبوط. فالحمد لله قدرت ان وقدرت بمساعده زمايلي ومساعده الجهاز الفني ان انا ربنا يكرمني، يعني كرمني النهارده اخر كرم، وقدرت ان انا احرز هدفين يعني الحمد لله. النهارده الجول الاول كانت جايه لك، عدت راحت لكريم طارق، شاط اتردت جات لك فسجلتها، وبالتالي كنت واقف في مكان جيد جدا وبعيد كابتن عن بص التسلل. انا اول مره اجيب جول سهل صح، برضو عندك حق، يعني انا كنت عندك حق. بقول لعماد السيد النهارده وقلت لكذا حد ان انا يعني عمري في حياتي ما من يوم ما لعبت ما جبت جول سهل يعني، صح، فالحمد لله النهارده يمكن التحركات كابتن خالد. واول ماتش وكده، فالحمد لله ربنا كرمني يعني. الصوت بيروح ويجي، فلو الدنيا حواليك كده ممكن تظبط سامعني معانا كده كده، انا سامعك زي الفل. الجول التاني بقى حبيبي؟ ما كانش بنفس سهولة الجول الاولاني، لكن عرضية ممتازة الحقيقة، لازم ياخد حقه مصطفى الخواجة في العرضية الحلوة من على يمينه، جابها على شماله وانت قاطع من ورا الدفاع وبتسجل رأسية كانت قاتلة للمباراة. هو انا بلعب يعني على الحته دي بس هي مش حتتي قوي البعيده، انا على طول بقطع على الاولانيه، فانا تحرك اما مصطفى الخواجه قرب من ال 18 فحاولت ان انا ابعد واخد خطوه لتحت وبعد كده اتحرك، ايوه، فبرضه كان في توفيق من ربنا ان هي تيجي في المكان اللي انا اتحركت فيه، كان يعني كنت بقى اوفسايد، بالظبط. فالحمد لله قدرت ان انا يعني كان فيها توفيق من ربنا كبير يعني الحمد لله ان انا قدرنا ان اهم حاجه نطلع بالثلاثه بونت، ده اهم حاجه يعني صح بدايه الدوري وكده. صح بداية دوري، والمباراة الأولى كانت تعادل، وبالتالي أول 3 نقاط دي بتدي دفعة كبيرة قوي ليكم كفريق. الكابتن علاء عبد العال طول الوقت بيتكلم إنه ما ينفعش تقارنونا من البدايات بطلائع الجيش بتاع الموسم اللي فات، لأنه حصل إحلال وتجديد بشكل موسع ومكثف على مستوى الفريق. أنت كأحد أصحاب الخبرات الكبيرة قوي في صفوف طلائع الجيش، شايف لعيبه كبيره ولعيبه كبيره مشيت، اللعيبه اللي كلها مشيت راحت انديه كويسه ولعيبه كانت مؤثره في نادي الجيش، ايوه بس برضو اللعيبه اللي انا يعني مش عايز اقول لك من انضف واحسن اللعيبه اللي الواحد اتعامل معاها الفتره دي، يعني اول ما جيت حسيت ان لا، ارجع بقى تاني لعيبه كبيره. للحتة اللي كانت الصوت ظابط فيها، علشان خلي بالك بدأ يروح ما ويجي هو تاني. بص المطره مبوظه الدنيا كل حاجة والله. الاستوديو شخصيا. فهم انا بتعامل مع لعيبه كويسه، اللعيبه اللي مشت لعيبه كبيره ولعيبه راحت انديه كويسه وكانت مؤثره جدا في نادي الجيش، فال يعني عوضت اللعيبه اللي هي اللي مشت دي، اي، انت فانا بتمنى ان بخبرتك شاء الله. ومع اول جولتين كده في الدوري، خلاص هتخلص بكرة الجولة التانية، شايف ايه الطموح اللي انتم متفقين عليه او شايفينه او حاطين عينيكم عليه بنهاية الموسم، حتى وان كان لسه بدري ما شاء الله يعني. هو طبعا يعني السنة اللي فاتت نادي الجيش مركز رابع، فاحنا السنة دي كلاعيبة جديدة احنا جايين بتاع 17 او 18 لعيب جداد، ايوه فاحنا حاطين في يعني احنا مش صغيرين او لعيبة، احنا كلنا لعيبة خبرات ولعيبة تقيلة اللي جت، فاحنا ان شاء الله مش هننزل عن المركز ده ان شاء الله. طيب، انت اتكلمت على ان الجول الاول النهارده هو اسهل هدف سجلته في حياتك من ال 73 جول اللي سجلتهم او محسوبين، احكي لي وانت قريب من يعني من لقب نادي المئة او الدخول لنادي المئة على بعد 27 جول، بطموحك ده واجتهادك واضح ان اكيد ده تارجت، انت شايف ازاي ما تبقى علشان توصل للتارجت الكبير ده؟ والله كابتن ده تعب سنين كتير يعني بدأتها من يعني يمكن ممكن يبقى في 3 سنين راحوا كده
في ال3 سنين دول كان ممكن تحسبها كده. الصوت راح، معلش. كان في 3 سنين ايه؟ في 3 سنين يعني مثلا الواحد راحت يعني راحوا مني، يعني في سنة إصابة صليبي لغى فيها، وفي سنة اللي أنا رحت الزمالك وما لعبتش، ايوه. ف3 سنين صعبين جدا. 3 سنين دول موجود فيهم وبصفة أساسية كان ممكن الأرقام، بس هو كل ده مش فارق معايا، يعني مش فارق لي موضوع أنا فارق معايا إن أنا موجود يبقى في مكانة كويسة، ده بيفرق معايا، ده بمساعدة زمايلي ومساعدة الجهاز الفني إن إحنا نقدر نعمل حاجة السنة دي إن شاء الله. طموحك فإن شاء ان الله الدخول لنادي المية ده يبقى في قد ايه بقى؟ شايفها كده في قد ايه؟ في وقت قد ايه محتاجة لها علشان توصل إن لها؟ شاء الله. لا ثانية ثانية، الإجابة دي شكلها حلو. اظبط الموبايل كده. إن شاء الله إمتى؟ إن شاء الله السنة دي. ده كتيرة قوي دي، تبقى قوية قوي دي. والله مش بعيد على ربنا، ونعم فإن شاء بالله. الله يعني أنا واخدها واحدة واحدة كده، واللي ربنا يريده يعني. ربنا يكرمك. النهارده بتتفوق على اسماء كبيره زي كابتن عبد الحميد بسيوني، قريب قوي من متعب. متعب هداف من اساطير الكره المصريه والاهلي، جولين بس باقيين. ده كل ده الاسماء اللي موجوده دي، يمكن كابتن عماد يعني مثل اعلى ليا طول عمري، ان انا بقول يمكن من احسن الفراوده اللي انا بتعلم منه، وان انا يعني اتقارن بيه او بقارن باهداف بالنسبه لي شرف ليا طبعا، وده يعني مش عايز اقول لك انا مبسوط قد ايه وفرحان قد ايه، يعني لما بتيجي حاجه بسيره كابتن عماد متعب. ربنا يوفقك ان شاء الله، ومبروك مره تانية الجولين كابتن خالد، والنقاط الثلاث لفريقك. نورتنا كابتن خالد قمر، مهاجم طلائع الجيش، صاحب هدفي فوز الفريق النهارده على MP، اللي كان هدفه الاول سجله رفيق كابو، صاحب الهدف الاول برضه للفريق في الموسم في مباراه بيراميدز. اذا ينضم الى 3 لاعبين اخرين سجلوا هدفين في الجوله الاولى والثانيه، وصراع هدافي المسابقه مشتعل منذ البداية. تعالوا نستعرض تشكيل الفريقين سريعا، وكيف تفوق الكابتن علاء عبد العال على فريق MP والكابتن أحمد كشري، اللي قال إنه ليس مستاء قد ما هو كان لسه في تحسن هيحصل. عمر رضوان في حراسة المرمى وأنقذ الفريق من هدف تعادل، اتكلم عليه الكابتن علاء عبد العال بعد يعني خطأ من محمد فتح الله في التمرير. احمد ايمن منصور جاوره في قلب الدفاع، احمد عبد الرحمن زولا يمين، واحمد متعب شمال، محمد دياب وعبد الرحمن شيكا، اسلام محارب واحمد سمير وكريم طارق، وفي المقدمه خالد قمر. وبعد هدف الثاني لطلائع الجيش اللي سجله خالد قمر بقت النتيجه 2-1. الكابتن علاء عبد العال قرر اللعب بثلاثه في الخلف، احمد ايمن منصور وكاماتشو فتح الله، ورافقهم خالد سطوحي بدلا من محمد دياب. وكانت النقاط الثلاث في النهايه لصاحب ال4 نقاط الآن طلائع الجيش. أما الكابتن كوشري فبعد نقطة حصدها أمام MP في أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لعب النهاردة بالبلعوطي قدامه مروان صحراوي، خالد رضا، محمد حامد، مصطفى دويدار، وعلي فوزي. علي فوزي كالعادة بيصنع الأهداف. الجول الأولاني الوحيد لإمبي كان جول حلو قوي سجله رفيق كابو، كانت كرة كده ثلاثية ما بين مصطفى شكشك لعلي فوزي ناحية اليمين، كانت تمريرة مثالية من شكشك لعلي فوزي على الطاير، عرضية سجلها في الشباك رفيق كابو، اللي رافقه إبراهيم جلال وإيريك تراوري في المقدمة، بينما في منتصف الملعب كان مصطفى شكشك ومودي ناصر. MP من جولتين نقطة حاليا. المباراة اللي سبقت هذا اللقاء كانت مباراة البنك الأهلي وسموحة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق. ناصر منسي ضغط حلو قوي جوه منطقة الجزاء على دودو، قطع منه الكورة، هوش، راوغ، فاضطر دودو انه يعمل فاول داخل منطقة الجزاء، فضرب الجزاء ما تأخرش الحكم في احتسابها وسجلها محمد هلال. محمد هلال لعبها بطريقة حلوة كده، النطة الخفيفة، حرك الهاني سليمان فلعبها بهدوء شديد على يمين الهاني سليمان ليعلن هدف التقدم للبنك الأهلي. لكن البنك الأهلي كما تقدم أمام فاركو وأهدر الفوز، تقدم النهاردة أمام سموحة وأهدر الفوز، لأن أجولة سجل هدف حلو قوي، عمل فيه فنت جميل جدا من نص الدفاع من قلب الملعب بعد تمريرة جيدة جدا من اللاعب دودو نفسه بعد مجهود حلو قوي من شريف رضا. شريف رضا كابتن طارق العش استخدمه حلو قوي في الناحية الهجومية النهاردة، فهدد وساهم في هدف التعادل، وكانت المباراة رايحة جاية وكل فريق حصد نقطة في النهاية.
إذن سموحة معاه أول نقطة هذا الموسم، والبنك الأهلي معاه نقطتين. بكرة عندنا مباراة واحدة أخيرة لهذه الجولة، وهي مباراة فاركو اللي هيلعب بإذن الله في الخامسة مع حرس الحدود في استاد الإسكندرية، لتختتم الجولة قبل جولة واحدة تتلعب ويتوقف الدوري قليلا. طيب في الوقت ده الأنظار كلها بتتجه إلى الأهلي والزمالك، وتحديدا إلى أبو ظبي الإمارات الشقيقة، لمواجهة السوبر المصري موسم 2021-2022. الأهلي والزمالك وصلا بالفعل إلى الإمارات، وسريعا جدا الاستعدادات حتى على مستوى التدريبات انطلقت. الأجواء الجماهيرية منتظر كالعادة في الإمارات أن تكون ممتعة وشيقة وحماسية للعيبة اللي جوه أرض الملعب، ليستخدمها كولر وجسوالدو فيريرا من أجل حسم بطولة أكيد أكيد ممكن تكون مؤثرة في مسيرة الفريقين فيما تبقى من الموسم مبكرا. معنا على التليفون السيد سهيل العريفي، عضو مجلس إدارة مجلس أبو ظبي ومدير قطاع الفعاليات في المجلس. أهلا بيك سيد سهيل، مبسوطين جدا بسماع صوتك، بإن إحنا هنسمع صوتك كمان شوية. مبسوطين، انقطعت المكالمة لكن هنرجع مرة تانية إلى الإمارات. في السياق ده النهاردة القائمتان واضحتان، ده من خلال بقى سواء صور انتشرت سواء لايف طالع من هنا لايف طالع من هنا، فبقت واضحة معالم القائمتين بالنسبة للفريقين. زي ما قلنا امبارح عبد الشافي هيكون موجود في قائمة الزمالك، وزي ما قلنا انه كوكا هيكون موجود في قائمة الأهلي بعدما ترك قائمة المنتخب الأولمبي، والناحية التانية حسام عبد المجيد موجود في قائمة الزمالك. إذن القائمتان واضح ان هي واضحة بشكل ما، وإن كانت القائمتان ليستا رسميتين. تعالوا نستعرض قائمة الأهلي بعد ما نرحب هاتفيا بالسيد سهيل العريفي. أهلا بحضرتك، منور الدنيا. شكرا أستاذ هاني، نور نورك، الله يحفظك، أمسي عليك وعلى المشاهدين وأمسي على أصدقائك وزملائك في الاستديو. كلنا بنمسي عليك ومستمتعين بالأجواء ما قبل حتى المباراة بأيام، ومتشوقين جدا للقاء الجمعة السوبر المصري في الإمارات. احنا اللي مستمتعين بوجود الفريقين الكبيرين في الامارات، ووفد الاتحاد المصري، ووفد شركه برزنتيشن، والاعلاميين اللي وصلوا، وكل وجميع من وصل من جمهوريه مصر العربيه. على بعد 3 ايام من انطلاق المواجهه اللي هتكون بتوقيت القاهره الساعه 7 ان شاء الله، ايه اخر الاستعدادات وشايف ازاي الاجواء قبل انطلاق المباراه سيد سهيل؟ الاجواء اكيد يعني اجواء مبشره ومفرحه كعادتها. اليوم الحديث في الامارات اللي عن السوبر، عن البطوله الكبيره، عن القطبين الكبار بين الاهلي والزمالك وبين الزمالك والاهلي. مباراه كبيره اكيد الكل ينتظرها، كلاسيكو القديم من اكثر من 100 قرن تقريبا، او من قرن كامل، والزمالك والاهلي هو حديث الشارع العربي بشكل عام. فبطولة أكيد الكل يتنافس عليها، الفريقين كبار، وإن شاء الله يا رب تظهر بشكل جيد. أكيد اليوم وصل الفريقين في حفظ الله ورعايته، كان في جمهور كبير بينتظر الفريقين خارج المطار. بالنسبة لجمهور الزمالك، وصل فريق الزمالك قبل فريق الأهلي الساعة 4 تقريبا، والساعة 7 وصل فريق الأهلي، والحمد لله راحوا الفندق، والزمالك تدرب اليوم لانه اجى بدري فكان عنده وقت يتدرب. وان شاء الله يا رب من بكره يبدون التدريبات الاعتياديه تجهيزا للبطوله الكبيره. ان شاء الله. اعلنتم عن العديد من الفعاليات قبل ساعات حتى من انطلاق المباراه في هزاع بن زايد، الملعب الجميل اللي بنستمتع بارضيته وشوفه المباريات فيه. كلمني عن ابرز الفعاليات استاذ سهيل. ان شاء الله نحن مسوين مهرجان كبير بمناسبه مرور 50 سنه على العلاقات المصريه الاماراتيه اللي احنا نحتفل فيها اليوم بشكل كبير، فبالتالي الاجواء راح تبقى كلها تحت هذا الشعار. راح ان شاء الله يكون في مهرجان داخل الاستاد بعد اول ما نفتح البوابات بعد قبل 3 ساعات من المباراه، راح يكون في مهرجان خارج الملعب عن طريق الفانزون وعن طريق ايضا الفلكلور المصري والفلكلور الاماراتي. راح يكون في تواجد لفرق شعبيه عربيه ايضا حابين يشاركون معنا في الاحتفاليه، وان شاء الله في المباراه نفسها راح يكون في فنان مصري اللي هو الفنان احمد سعد. ايوه. وان شاء الله راح يكون ايضا في مجموعه شباب لعمل اجواء احتفاليه داخل الملعب، ومن بعدها ان شاء الله راح يكون في عروض الليزر وايضا عروض الالعاب الناريه والمباراه الكبيره وهي الخلاصه والاهم يعني.
ان شاء الله. طيب اتكلمتوا عن نسب الحضور وتقسيم المدرجات ما بين جمهوري الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، هل بيعت كل التذاكر استاذ سهيل؟ نعم، التذاكر المدرجات بيعت بالكامل، بقي فقط في المقصورة الرئيسية في أماكن في الفي أي بي وأماكن بعض الكباين أو المقاعد اللي جنب الكباين، عدد قليل جدا، ولكن العدد بالشكل العام والمدرج الرئيسي سولد أوت من فترة. تمام. ازاي تتجنبوا فكرة ان مشجع من هذا النادي يشتري تذاكر من تذاكر النادي الاخر؟ ازاي بتعرفوا تتحكموا في امر زي ده استاذ سهيل؟ هو شوف، هذه العملية موجودة في كل مكان في ايوه العالم، ولكن اليوم لما تكون التذاكر متاحة ويكون الملعب يعني يحتوي الفريقين ويشكل تنظيم الملعب يساعدك المداخل والمخارج، تقدر تتحكم في ان انت الاماكن اماكن الفريقين. ولكن قد يكون قلة من المشجعين مثلا لم يجد مقعد في عند فريقه فذهب الى مقعد اخر، لكن ما لا يستطيع انه يلبس مثلا شعار الفريق، فانت ما راح تقدر تميزه يعني، ايوه لان احنا في اللوائح والانظمه انه ممنوع، من الممنوع انك تلبس قميص تيشيرت الفريق الاخر في في مدرج. خانه الفريق الاخر. تمام. طيب أخيرا، إيه الكلمة اللي تحب تقولها للفريقين سواء الأهلي أو الزمالك أو للجمهور المنتظر حضوره بكثافة في أقول يوم لهم الجمعة؟ إن شاء الله يعني أولا أهلا وسهلا بكم في الإمارات، وأقول لهم يعني أنتم شفتوا استقبال جماهيركم أكيد، والجماهير أكيد متحمسة اللي تشوف فرقها، وأن كل العالم العربي تقريبا راح يتابع هذه المباراة، فإن شاء الله يظهرون، وهذا المتوقع منهم، معدن المصري الأصيل، الفرق العريقة، ويظهرون بالشكل اللي يليق بهم ويليق فينا وفي جماهيرهم. بإذن الله. هل أعلنتم عن محاذير ممكن تقال دلوقتي للجمهور عشان لو حد بيسمعنا من الحضور؟ اللي راح ينزل ان شاء الله راح تنزل، هي اصلا موجوده في التذاكر، هي تمام. ليست تحذير بقدر ما هي اصلا ارشادات موجوده في كل ملاعب العالم، يعني تمام. في ممنوعه في كل مكان في العالم، اللي هي الاشياء اللي ممكن تضر احد موجود او تضر شخص موجود او ممكن ترمى في الملعب، فهذه موجوده في كل مكان في العالم. انا حضرت في جمهوريه مصر الشقيقه كاس ايوه افريقيا، فنفس البنود، وتم ارسالها بنفس الوقت اللي تشتري فيه التيكت، وايضا راح يتم الاعلان عنها فقط تنويهي لاكثر، فقط لاكثر لا غير، ولكن التحذيرات او الممنوعات الطبيعيه اللي موجوده في كل مكان. أخيرا، مين أبرز النجوم اللي تم دعوتهم سواء من رياضيين أو من آخرين لحضور المواجهة من جانبكم سيد سهيل؟ انا الصوت عندي بيروح، انت تقول لي ابرز النجوم أبرز اللي تم النجوم اللي تم دعوتهم منين؟ دعوتهم لحضور المواجهة سواء من رياضيين أو من أي مجال؟ الدعوات او اي نجوم مسؤولين عنهم شركه برزنتيشن تمام. والاتحاد المصري هم المعنيين بهذا الامر. تمام، كل التوفيق إن شاء الله، ونستمتع الأيام المقبلة حتى قبل المواجهة ثم نستمتع بالمواجهة نفسها. بشكرك جدا أستاذ سهيل العريفي، مدير قطاع الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، نورتنا وشرفتنا. طيب قبل ما ندخل على القوائم، قائمة الأهلي هي اللي واضحة المعالم، الزمالك واضح إن الفريق أغلبه موجود حتى مع إضافة حسام عبد المجيد، لكن النهاردة انتشر خطاب. الخطاب ده بيجي بعد سلسلة من الأحاديث سواء الإعلامية عبر التقارير أو من خلال بعض المسؤولين بشكل غير رسمي أو رسمي على إنه الأهلي مش عايز الزمالك يلعب بالتيشيرت الأزرق، وقالها رئيس نادي الزمالك بشكل كده في مزحة باعتبار إن الزمالك هيلبس التيشيرت الأزرق، واتقالت بدأت تنتشر في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار إن الأهلي مش عايز الزمالك يلبس أزرق، وده ليه؟ بسبب إن الزمالك بيكسب الأهلي لما بيكون لابس أزرق، فبالتالي فأل خير هنا وفأل غير جيد هنا. فالنهارده طلع خطاب، كل الخلفية اللي حصلت دي طبيعي إن هي تخلي اللي مش مصدق الخطاب يصدقه. الخطاب فحواه بتقول إن الأهلي أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا بيقول فيه، هتقولي الخطاب على شمالي هنا، إنه بشأن مباراة السوبر المصري موسم 2022 بدولة الإمارات الشقيقة، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، حرصا من النادي الأهلي دوما على أن نحافظ على الشكل العام بما يليق بالكرة المصرية، نحيطكم علما أننا
نسجل اعتراض النادي الأهلي على اعتداء النادي المنافس الزي الأزرق الكامل في مباراة السوبر القادمة المقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية بتاريخ 28/10/22، واستنادا للفقرة رقم 3 من القانون رقم 4 من لائحة النظام إيه القانون رقم 4 ده؟ الأساسي للفيفا، والتي تقر أن يرتدي الفريقين مبدئيا اسمها الفريقان زيا مش زي، مختلفا مش مختلف، وأن ارتداء الزي الرسمي لصاحب الأرض في المباراة، وبما أن النادي المنافس هو صاحب الأرض في المباراة فيجب ارتداء الزي الرسمي الخاص به بصفته من غير نقطتين فوق التاء المربوطة اسمها هيه مربوطة صاحب الأرض، وأن النادي الذي يرتدي الزي البديل هو الفريق الضيف، وهو ما ينطبق في هذه الحالة على النادي الأهلي. لذلك نحيطكم علما بأن النادي الأهلي سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأزرق والجوارب الحمراء في هذه المباراة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. وحاطين ايه الشركات الراعية بتاعت الأهلي الموسم اللي جاي للسوبر ده بتاع الموسم اللي فات مبدئيا، فاللي هو الرعاة الحاليون الجدد مش هيكونوا موجودين في الخطابات الخاصة بالايه بالموسم اللي فات. الأهلي أساسا مبدئيا كده لم يطبع الرعاة على المكاتبات الرسمية الجديدة. رقم اتنين، الأهلي من أكتر الحاجات اللي بتعجبني في مخاطباته إن اللغة العربية عندهم سليمة، هنا مليانة أخطاء في اللغة العربية. ده غير إن موسم 2022 مفيش حاجة اسمها موسم 2022، يعني الموسم ده بيتحسب بالرقمين 21 22. ثالثا، الأهلي ما عندوش قائم بأعمال مدير تنفيذي، الأهلي عنده مدير تنفيذي. فمبدئيا كده أول ما تبص على الخطابة تعرف إن هو مضروب. واللي بيضرب القصص دي عادة بيبقى واحد قاعد بيهزر كده، فبيبان الأخطاء يعني، لكن بسبب الخلفية اللي ذكرناها دي الناس صدقت القصة، لكنه خطاب غير حقيقي. علشان نزيدكم من القصة يعني تأكيدا، الأهلي نفى لنا أن يكون أرسل هذا الأمر. ثانيا، اتحاد الكرة نفى أن يكون استقبل خطابا بهذا الشكل أو بهذا المضمون. ثالثا بقى، واللي احنا بنقوله لحضراتكم، أنه الزمالك هو صاحب المباراة كبطل وبطل الدوري وبطل الكاس، والأهلي وصيف الكاس، وبالتالي من حق صاحب المباراة أن يختار ما يريد أن يرتديه أساسا. وده اللي قاله لنا الأهلي بالمناسبة، يعني حتى الأهلي زاد من النفي بأنه بيقول لنا أساسا إحنا عارفين إن الزمالك من حقه هو اللي يختار اللي هو عايزه من لبس. طبعا في ضمن إفيهات كتيرة بتتقال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها ما هو مضحك وبعضها ما هو غير مضحك، ودي أعتقد من الحاجات اللي إيه مضحكة ولا غير مضحكة على حسب بقى أنتوا شفتوها إيه، إنما أكيد غير مضحكة من وجهة نظري. لكن خليني أقول لكم إنه عن المباراة نفسها في بقى استعدادات واضحة جدا، في رسائل تفاؤل وفي رسائل تحذيرية من كل معسكر للاعبيه. والبداية هنتكلم عن الزمالك وجسوالدو فيريرا. حسام عبد المجيد انضم إلى قائمة الزمالك لمواجهة السوبر، وفيريرا حذر لاعبي الزمالك من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه مش هيركز في احتمالية عمل تغييرات على القوام الأساسي اللي لعب المباراتين السابقتين في الدوري، خشية إن ده يحدث أي إرباك في صفوف الفريق، وبالتالي في أضيق الحدود ممكن تلاقي تغييرات في تشكيلة الزمالك. وربما وإحنا بنتكلم على كده هتروح باصص على ناحية الجناح الأيمن، الباك يمين الباك والوينج اللي هو في طريقة 5-3-2 عمر جابر. اجتمع جسوالدو فيريرا مع عمر جابر وقال له انه ما يركزش ابدا مع الانتقادات اللي وجهت ليه خلال الايام الماضيه، وده تعليقا على مباراه سيراميك كليوباترا لم يقدم فيها عمر جابر افضل اداءاته. قال له انه هو مقتنع جدا بالخبرات اللي هو بيمتلكها وانه مدى قدرته على افاده الفريق في المرحله المقبله، والاهم عنده انه يركز في دوره داخل ارض الملعب وفي تنفيذ التعليمات الممنوحه اياه في المباراه المقبله. ولعمر جابر طبعا رحلة طويلة مع الزمالك وبعدها رحلات خارجية قبل العودة إلى الزمالك، ممكن يكون برضو العودة مع الأجواء دي غير المعتادة بقاله 3 سنوات أو 4 مش متعود عليه إن هو يعيشها، فطبعا البدايات ممكن ما تكونش في أفضل شكل، لكن الثقة اللي بيديها مدير فني للاعبيه أكيد بتدي نتيجة مختلفة بكل تأكيد. ده بخصوص الزمالك والاستعدادات لهذه المواجهة. ماذا عن الأهلي؟ الأهلي أعلن القايمة، استبعاد ديانج، ضم محمد فخري، ضم كوكا، يعني فك ديانج باتنين لعيبة من اللعيبة الشباب على مستوى خط الوسط حتى وإن كانت احتمالية مشاركة أي منهما غير كبيرة. إذن القائمة، حراسة المرمى محمد الشناوي،
علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع اكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. الناس بتقول اكرم توفيق يلعب نص ملعب مكان ديانج. ممكن اللاعب عنده ويقدر، وهو اساسا ده مكانه، وهو حل بالمناسبه من الحلول، لكن يبدا انا اراها بعيده شويه انه يسيب الباك اليمين. لكن ده مش معناها انه صعب، لانه في الاخر كريم فؤاد رجله في الملعب، حتى وان كان ما بيشاركش في مركز ظهير ايمن بقاله ماتشين، ومحمد هاني ما ظهرش حتى الان في لقاءات الاهلي السابقه، لكن في الاخر هو لاعب من اصحاب الخبرات. حمدي فتحي خط الوسط برفقه عمرو السوليه، احمد نبيل كوكا ومحمد فخري، افشه وعبد القادر وطاهر، محمد طاهر والشحات وسافيو. اما الهجوم فبيرسي تاو اللي عدل المشاركه في المباراه الماضيه امام اسوان، حسام حسن، محمد شريف، شادي حسين. كولر لم يعلن القائمه بشكل رسمي، لكن دي الاسماء اللي سافرت. يغيب عنها اذا رامي ربيعه، محمد محمود، وزياد طارق لاسباب فنيه، مصطفى سعد، ميسي، ومحمد مغربي لتواجدهما مع المنتخب الاولمبي. بالتوفيق لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله قدام اسواتيني، مباراه العوده من التصفيات الثانيه المؤهله لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس 2024. محمد عبد المنعم زي ما شفنا موجود في القايمه، وبالتالي هو جاهز للمشاركه بنسبه كبيره، ولكن ده مش معناه ان الانف اصبح سليما، لان اللاعب هيخضع لجراحه بالفعل، لكن بعد مباراه السوبر قدام الزمالك غالبا هيظهر في المباراه بقناع ماسك كده هيرتديه، لانه الجراحه اللي هيعملها دي مش في نفس المكان اللي تعرض ليه فيه لاصابه في انفه ايضا في بطوله امم افريقيا مع المنتخب الوطني، وساعتها كان خضع لجراحه. سلامات يا منعم، المناخير برضو بتبقى حساسه، واللاعب لاعب حماسي وقوي، وبالتالي الالتحامات ممكن تؤدي الى مثل هذه الاصابات. مليون سلام عليك يا منعم، فاما ماسك واما يعني ضمادات على الانف ممكن يظهر بيها في لقاء الاهلي والزمالك. نسيب بقى السوبر شويه وهنرجع له كمان شويه مع شويه تفاصيل نتكلم عنها بعد الفاصل. انما قبل الفاصل، اوروبا النهارده بدات مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، وكانت نتائجها كالتالي: سالزبورغ استضاف تشيلسي وفاز الازرق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد، والهدفان امناه لفريق تشيلسي تاهلا الى الدور ثمن النهائي بعد ما نجح في انه يحصد النقطه رقم 10 ليه، وبالتالي قبل جوله من نهاية دور المجموعات. كوفازيتش هو اللي سجل في الدقيقة 23 قبل ما يخرج، ويقال انه مصاب اصابة في السمانة لكن مش واضح ان هي قوية الحمد لله. ادام وتعادل في الدقيقة 49، هافرت سجل في الدقيقة 64 وتأهل تشيلسي. ميلان في نفس المجموعة كان بيلعب مع دينامو زاجرب، لم يخسر دينامو زاجرب في هذه البطولة على ملعبه، لكن ميلان منحه رباعية فقنس نقاطا ثلاثا. جابيه سجل، لياو سجل جول، كان واضح انه عايز ياسست لكن الدنيا مشيت معاه فانفرد، ولما بينطلق لياو صعب قوي توقفه. جيرو سجل من ضربه جزاء، وليوبيتشيتش سجل هدفا في مرمى لدينامو زاجرب. الماتش اللي جاي بقى نار، ميلان 7 نقاط، ريد بول سالزبورج 6، وهيلتقيان في ايطاليا الاسبوع اللي جاي، والفايز يروح مع تشيلسي، ولو تعادل ميلان يروح برضه مع تشيلسي. أشبيلية عاد واستفاق وفاز على كوبنهاجن بثلاثية دون مقابل، وفي نفس المجموعة تعادل دورتموند مع مانشستر سيتي في قمة الجولة، عشان أشبيلية يصدر ضغطا على دورتموند، والاثنين هيلتقيان الجولة اللي جاية، لكن كده خلاص رسمي 8 و5، لأن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة دورتموند، يعني لان هم كانوا تعادلوا 1-1 ودورتموند كسب 4، لكن الماتش اللي جاي مش هيلعبوا بعض لان دورتموند هيلعب مع كوبنهاجن. خلاص رسميا كده دورتموند مع مانشستر سيتي في الدور المقبل. باقي الماتشات بقى نشوف السخونيه بقى. بنفيكا ويوفنتوس، دخل يوفنتوس المباراه بهدف واحد، اكسب لربما اواصل مسيرتي، ولكن صدم باداء رافا سيلفا اللي سجل جولين وجاب كرة في العارضة، كان هيسجل هاتريك، وقبليه أنطونيو سجل وماريو سجل، جواو ماريو ضربة جزاء، رباعية قاسية جدا بقت النتيجة 4-1، لأن مويس كين كان سجل هدف التعادل في بداية المباراة، وبعدها استفاقة متأخرة، ميليك سجل وماكين سجل، وانتهت المباراة بفوز فريق بنفيكا
على يوفنتوس 4-3، فودع يوفنتوس. الجول الاولاني مش كين اللي سجله، كان بلاهوفيتش، بتحسب بلاهوفيتش. طيب كده يوفنتوس خرج من البطوله، ومنافسته اللي جايه انه يحاول يوصل دوري اوروبي لما يلاعب مكابي، لان مكابي النهارده اتغلب هو كمان، فكل واحد فيهم معاه 3 نقط. لكن يوفنتوس مهمته مش سهله، هيلعب مع باريس سان جيرمان في ايطاليا، في ايطاليا، لكن في النهايه اتس باريس سان جيرمان. يعني باريس سان جيرمان في جانب اخر كسب بنتيجه 7-2 زي ما قدام حضراتكم، ميسي سجل هدفين، امبابي سجل هدفين، نيمار سجل هدفا، وسولير سجل هدفا، ولاعب اسمه جولدبرد سجل هدفا في مرمى. 7-2 اللي هو انتوا تعادلتوا معانا، طب تعالوا بقى 7-2 اهو. سيلتك تعادل مع شختار دونسك 1-1، ولايبزيتش كسب ريال مدريد 3-2. ريال مدريد كده كده متأهل، وبالتالي ما كانش عنده أي قلق يعني من هذه المواجهة أو نتيجتها. لكن مفاجأة كانت البداية، نكونكو قبليه جفارديول سجله، جونيور سجل هدف، لكن بيرنر راح مسجل جول، وفي النهاية رودريجو سجل هدفا. لكن النقاط الثلاث للايبزيج. عجباني قوي قوي رحلة استفاقة لايبزيج، سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا، ودلوقتي بقى معاه 9 نقاط، وبالتالي هو المباراة اللي جاية بقى هتحسم، لأن هيلاعب شختار 9 لايبزيج 6 شختار، وبالتالي مواجهة قوية جدا يعني. وكان الماتش الأولاني كسب شختار 4-1، وبالتالي مهم إن لايبزيج على الأقل يتعادل يعني ما يتغلبش. طيب شكل المجموعات بقى، المجموعة الأولى نابولي 12 نقطة، ليفربول 9 نقاط، أياكس 3 نقاط، رينجرز بدون رصيد، نابولي كان تأهل ولسه هيلعب بكرة. كلوب روج تأهل ب 10 نقاط في المجموعة الثانية، بورتو 6، أتلتيكو مدريد 4، باير ليفركوزن 3. شايفين طبعا الثلاث فرق بيتنافسوا علشان يتأهلوا كبطاقة ثانية. بايرن ميونخ تأهل ب 12 نقطة، ودي بقى المتعة في المجموعة بتاعة بكرة دي. برشلونة عايز يكسب بايرن، وعايز فيكتوريا بيلزن يكسب له انتر، لربما يستمر رحلة شابي مع دوري أبطال أوروبا بعد تعثر الموسم اللي فات، وإن كانت صعبة شويتين. المجموعة الرابعة توتنهام معاه 7 نقاط، مارسيليا 6، سبورتنج لشبونة 6، إنترخت فرانكفورت 4. المجموعة الخامسة تشيلسي تأهل النهاردة ب 10 نقاط، برافو جراهام بوتر، حلوة. ميلان 7 نقاط بيقترب، سالزبورج 6، هيلتقيان الثاني والثالث الجولة اللي جاية في إيطاليا. دينامو زاجرب معاه 4 نقاط، وبالتالي لسه يحاول. لسه. المجموعة السادسة ريال مدريد تأهل ب 10 نقاط، لايبز 9 نقاط، هيلتقي مع شختار دونسك صاحب ال6 نقاط، وسيلتيك ودع بنقطتين. المجموعة السابعة مانشستر سيتي 11 نقطة متأهل، دورتموند تأهل النهاردة علشان ما فيش مشكلة في الماتش اللي جاي حتى لو خسر من كوبنهاجن. أشبيلية 5 نقاط إلى الدوري الأوروبي، ده الأقرب يعني، بطولته المفضلة طبعًا. المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان 11 نقطة، بنفيكا 11 نقطة تأهل أيضًا، يوفنتوس 3 نقاط، واخر كلام مش هرجع فيه تاني، الجول الاولاني بتاع يوفنتوس سجله مويس كين. مكابي معاه 3 نقاط. اذا المتاهلون حتى الان نابولي، كلوب بروج، بايرن ميونخ، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، دورتموند، باريس سان جيرمان، بنفيكا. 9 متاهلون، اذا 7 متبقيون ليتحدد دور ال 16 قبل ما نعرف القرعه مين هيلاعب مين ذهابا وإيابا في الأدوار الإقصائية. دي كانت بعض الأخبار السريعة جدا. بعد الفاصل معنا أخبار تخص الكرة المصرية، الدوري، المنتخبات، وبعض المداخلات. لكن قبل الفاصل، النهاردة عيد ميلاد أسطورة من أساطير الكرة المصرية ونادي الزمالك، وهو رزة، الكابتن أحمد رمزي، الظهير الرائع لعبا وأداء و جماهيرية على مستوى جمهور نادي الزمالك لما قدمه سواء مع الزمالك أو مع المنتخب الوطني. كل سنة وأنت طيب يا كابتن رمزي، وعقبال سنين كتيرة من السعادة بإذن الله. خليكم معانا بعد الفاصل في الماتش. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. أكينيولا وعبد الشافي في الزمالك اتعمل لهم برنامج تدريبي خاص في الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي اللي وصل النهارده زي ما قلنا لحضراتكم برئاسه البعثه يعني للدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره، والزمالك على جانب اخر يراس بعثته الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره. النهارده فيريرا ركز على فكره رد الفعل بالكوره، اتكلم على انه سرعه رد الفعل، واستخدم بعض الحواجز وبعض الامور الخططيه علشان وقت تحديدا يعني فقدان الكوره لصالح الاهلي
في المباراة المقبلة. في سياق متصل بهذه المواجهة، فعلى جانب المنتخب الأولمبي النهاردة هو أعلن رسميا أن حسام عبد المجيد كان راح الزمالك، فترك المنتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا للأهلي للمشاركة في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك. معانا على التليفون نجم كبير من نجوم الكرة المصرية، الكابتن حسن مصطفى. كابتن حسن، أهلا بيك، منورنا ووحشنا، وأهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن هاني، وانت وحشني بقى، لنا كتير ما تابناش هاي حبيبي، ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا كلها. ماتش ربنا يخليك يا من كابتن. الماتشات اللي كنت دايما بتتألق فيها، أهلي وزمالك سوبر يوم الجمعة، شايف إزاي الماتش؟ والله الماتش صعب على الاثنين، يعني الماتش صعب على الاثنين، لان النادي الاهلي ليه اسلوب دلوقتي مع المدرب الجديد، والزمالك ليه اسلوب مع المدرب بتاعه بقى له فتره طويله. يعني ان اسلوب النادي الاهلي مع المدرب الجديد بيحاول يضغط من قدام، بيحاول يستحوذ على الكوره، بيعمل كوره ثابته كويسه، بيقرب الناس كلها من التشكيل، يعني محدش بعيد. يعني انت ايوه الماتش اللي فات غير ثلاث اربع تنفار، ثلاث اربع لعيبه من الماتش اللي فات، من الماتشات اللي فاتت يعني، فدي ايوه حاجه كويسه، حاجه كويسه قوي يعني، انت فاهم، محدش بعيد دي يعني. حاجة انا كويسة عشان تقرب اللعيبة، ولا حاجة تدل انه لسه ما عرفش يثبت الدنيا او بيدرس او بيخطط او على بيفكر؟ فكره كابتن هاني، حلو حلو اللي حضرتك، حلو السؤال اللي حضرتك قلته ده بالظبط، هل دوت بيقرب الناس ولا لسه ما استقرش؟ بس انا متهيألي من وجهه نظر بيقرب الناس، تمام بيخلي عنده مجموعه كبيره عشان يبقى الاختيارات بتاعته سهله، تمام ما يبقاش مثلا عنده 12 13 لعيب ان هو انا مركز مع دولت بس، هيفضل اديهم طول السنه لغايه ما يهلكوا، لغايه ما يقعوا مني ايوه بدنيا وفنيا وكل حاجه يعني. دي لو هو عملها، لو يعني من وجهه نظري اللي انا شايفه بيكبر المساحه بتاعته، هيفضل طول السنه كويس. تمام. النادي، اتكلم بقى عن نادي الزمالك، نادي الزمالك قبل ما اتكلم على الزمالك، عايز اسالك على مين العناصر اللي ممكن تكون لو هتفيد او هتصب في مصلحه الاهلي من لعيبه الاهلي اللي شفتهم الايام اللي فاتت، يعني مين اللي ممكن يكون ليه كلمه سر في المباراه؟ انا شايف شادي شريف بس تاو عجبني قوي لما نزل، ايوه عنده اداء الراجل دوت، السرعه، اه السرعه مع فيرسيتاو هتفرق جامد جدا معايا يعني، انا شايف كده. تمام طاهر، الناس ديت طاهر بيعمل مجهود جامد جدا، من احسن لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. زعلان جدا على ديانج ان هو مصاب، لان لعيب كان النادي الاهلي هيفتقده جدا في نص الملعب، مع ان في حمدي والسوليه لعيبه كبيره جدا، بس ديانج ليه تقله. فهم دولت يعني اللعيبه اللي انا تمام قلتها لك دي. تمام الزمالك بقى الناحية التانية. نادي الزمالك المدرب بيقرا راجل ثعلب يعني، انا عاجبني بقى له فتره بتفرج عليه، مش عاجبني اداء الزمالك في ماتشات افريقيا، كان بياخد الموضوع تدريجي، كانش لسه حاط ايده على التشكيل المثالي، ايوه ولغايه دلوقتي حاسس ان هو لسه ما حطش ايده على التشكيل المثالي، بس اداؤه كان بدا يتحسن في ماتش سيراميكا، اتحسن قوي قوي قوي، ايوه قدر يوصل، احترم نادي سيراميكا جدا، لان نادي سيراميكا نادي كويس ولعيبه كويسه ومدير فني كويس، فاحترمه ولعب للنقطه ان هو يوصل للمكسب. هو ايوه دلوقتي بقى يعرف يلعب المباراه كويس قوي، مدرب بقى يعرف يحترم الخصم كويس قوي، ويعرف يدير المباراه في وسط المباراه، ايوه ويحط التشكيل الامثل ليه. ايوه طيب مين بقى اللي ممكن يبقى كلمة الحسم في الزمالك؟ انا دايما بقول زيزو، سيف الجزيري، امام، إمام، سيف الجزيري، زيزو. زيزو سيف الجزيري، زيزو طبعا هو نجم الزمالك الموسم اللي فات، السنة دي بالظبط، دايما بيبدأ المباراة في مكان غير اللي تألق فيه الموسم اللي فات، وتدريجيا مع دقائق اللعب بيتنقل بقى مع تغيير الطريقة مثلا أو نزول بالظبط شيكابالا. بالظبط يا شايف كابتن أنت هاني، إيه اللي المفروض يبدأ بيه؟ هل يبدأ بالطريقة المعتادة لزيزو اللي بيحبها، ولا يبدأ بما بدأ بيه الأيام اللي فاتت؟ لا هو بقى له فترة يعني، حتى في ماتشات أفريقيا وماتشات الدوري بيلعب 5-3-2، مظبوط. سيف الجزيري وزيزو قدام. أنا شايف إن دي بتبقى أضعف طريقة لفييرا في بداية المباراة، ايوه لما بيلعب 5-2-3، 5-2-3 بيبقى فيه حتة هجومية شوية، ايوه ولما بيقلبها في ماتش سموحة لما قلبها 4-2-3-1 بتبقى بتديله التفوق يعني. تمام بس هو لغايه دلوقتي حريص قوي في الحته الدفاعيه، ايوه حريص ايوه يعني، هو مدير فني حريص وبيحترم الناس وعارف امكانيات لعيبته،
فبيفضل صابر صابر وعنده طول بال جامد جدا ايوه ان الماتش يطول قوي لغايه ما يوصل للهدف اللي هي التلاته بونت. كابتن حسن مصطفى، توقعك بقى النهائي مين يكسب المباراة؟ لا ما عنديش، مش قادر اقول التوقع يعني، اه لان الاثنين عندهم طموح عالي قوي، اه الاثنين جمهورهم مديهم حافز جامد جدا، صح الاثنين المباراه دي هتبقى قلقان، انا مش شاده العصبيه لاني الاثنين متحفزين، عارف انت لما تكون اه متحفز ايوه لكل واحد متحفز للتاني، اه فديت انا قلقان منها لاني كل واحد انا مستنيك الماتش الجاي لما اجي اقابلك هنعمل ايه، بس هي دي بالظبط النقطه اللي انا قلقان منها، يبقى في شويه مشاكل كده بسبب التحفز ما بين اللعيبه، كل واحد بيتوعد للتاني في هو الكوره بيتوعد للتاني كرويا زي ما انت قلت فعلا، كرويا. بالظبط وبالتالي الاهدأ والاذكى هو اللي يعرف ياخد البطوله. بالظبط يا كابتن هانم، بالظبط بيعجبني. صح. بالظبط، برافو عليك، بشكرك جدا الاهدى. يا كوتش، ونورتني وشرفتني، وان شاء الله نتبسط واحنا بنتفرج مع بعض على المواجهه. معانا على التليفون على الجانب الاخر الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، نجم هجوم الزمالك السابق. كوتش وليد ازيك؟ حبيبي ازيك؟ عامل عامل ايه؟ ايه؟ وحشني وانت كمان وحشني، اخبارك ايه؟ حبيبي، كله تمام والله. الحمد لله. الزمالك شايف ازاي مواجهته مع الاهلي؟ شايف ايه اللي المفروض يبدا بيه؟ فيريرا هل يغير في التشكيله الاساسيه اللي لعبت الماتشين اللي فاتوا في الدوري، ولا على وضعك ويلعب؟ والله بص، يعني خلينا نقول ان المباراه دي طبعا ملهاش مقاييس، يعني ماتشات الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ملهاش مقاييس يعني، لكن المعطيات احنا ممكن نحكم على المعطيات اللي هي قبل المباراه. فالمعطيات بتقول ان في استقرار فني في نادي الزمالك، في لعيبه بتأدي بشكل كويس جدا، واخدين بطولتين وماشيين بشكل كويس، في صفقات كويسه اتضافت على الفرقه، في جهاز فني فييرا راجل يعني داهيه زي ما بيقولوا، راجل محترم جدا فنيا. ف شايف ان استقرار نادي الزمالك اكتر شويه على عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي احنا شايفين ان في تذبذب في المستوى، وفي لعيبة جديدة لسه داخلة، وفي حالة قلق، وفي حالة عدم استقرار، في خوف من نتائج من ماتشات. فين كل ده؟ ما الاهلي كسب كل ماتشاته اللي لعبها لغايه دلوقتي. لا مش كل ماتشات، هو مش ماتشين ولا ثلاثة، ماتشين في الدوري واتنين في افريقيا. لكن لا انا بكلمك على الاداء يعني، تمام. يعني برضو خلينا نقول ان الجهاز الفني النادي الاهلي لسه برضه ما عرفش الامكانيات اللعيبه بتاعته، تمام. لسه الراجل ما انا شايف ان ما فيش بصمه قويه يعني، ممكن مع الوقت، لكن الفتره دي ما اعتقدش لسه اللعيبه ما تلحقش تحفظ دماغه، زائد ان ما فيش تغيير حتى في طريقه اداء اللعب النادي الاهلي اللي هي 4 2 3 1، الشكل المعتاد اللي ممكن بغير افراد لكن نفس الاداء، في مساحات بين الخطوط كبيره، ممكن النادي الاهلي بيتهدد بكذا فرصه في المباراه، وشفنا ماتش اسوان على ما اعتقد يعني أسوان. كان ممكن يحصل لمشكله مع النادي الاهلي. وده اتكلم عليه وانتقده كولر نفسه المدير الفني للاهلي بعد المباراه، قال انه فكره انك تسجل وبعد كده تبقى في ميس باسز والكره تتقطع منك فتتعرض لخطوره، ده امر بيزعجه هو شخصيا لحد صحيح، ما. فانا بتكلم صح يعني، انا مش بغلط او لا 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 او خالص، انا بتناقش معاك اه لا انا بقول لك يعني للناس اللي بتسمعني يعني ايوه مش لي مفهوم. كان. طب انا عايز اسالك على مين اللعيب اللي تقلق منه في الاهلي في الماتش بتاع يوم الجمعه؟ على المستوى اللي انا شايفه يعني مفيش حد مفيش حد في الفترة دي، مفيش حد. مفهوم. مين اللعيب اللي مستني انه يكون كلمة السر بالنسبة للزمالك؟ في الزمالك عندك حلول يعني، انت عندك دلوقتي بقى اصبح نادي الزمالك عنده حلول، ولو تفتكر هاني كنا بنقول نادي الزمالك ما عندوش حلول او حلول قليلة جدا يعني، ايوه لكن انت عندك دلوقتي سيف الدين الجزيري، عندك زيزو، عندك حسام عبد المجيد في الكور العرضية، عندك إمام عاشور في التحركات وصناعة الأهداف أو بيهدف، فكل دي مفاتيح، وعندك فتوح لما بيدخل بحتة المهارة يدخل جوه الملعب ويشتغل 1 2،
فنادي الزمالك بيتهيألي في حلول أكثر دلوقتي، في طيب حلول. خط الوسط مين جنب رؤى؟ الاثنين اللي على جنبه امام والوردي، عمر جابر وامام. الوردي يبدأ اساسا ولا لا؟ الباك اليمين او الوينج باك يبقى عمر ولا سيد عبد الله؟ اديني كده تصورك لشكل الفريق. لا ما هو بص خلي بالك انت، يعني برضو احنا مش عارفين فيريرا هيشتغل ازاي. يعني هيشتغل ب انا سمعت شويه جزء من الكلام اللي هو اللي هو بيلعب 5 3 2. انا شايف لو بيلعب 4 4 2 هي موقف لعيب ممكن يغير الطريقه يعني، لكن شايف اللي هو بيشتغل 4 4 2 ودي عمرها ما كانت بتحصل في نادي الزمالك. وكان نادي الزمالك كان بيشتغل 4 4 2 كانت بتحصل مشاكل السنين اللي فاتت مع كارتيرون، لكن دلوقتي شايف ان الاداء او اللعيبه حافظه الطريقه. الفرق بين، معلش انا، الفرق بين جاز الثاني فيريرا او الراجل مدير فني النادي الاهلي ان فيريرا بقى عنده اريحيه وعنده قماشه ان انا اشتغل اي طريقه وعارف اللي هتتنفذ. اللي انا اشتغل ممكن 3 4 3، ممكن اشتغل 4 4 2، ممكن اشتغل 4 2 3 1، فعنده كل الاوبشنز اللي هو يقدر يغير الطريقه في 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 دقيقه، ممكن أيوة. يغير الطريقه في اثناء الجيم، ممكن يلعب بثلاث طرق اثناء الجيم. أيوة. فده بيديك الاريحيه او الاوبشنز اللي انت تشتغل ازاي. انت لو هتهاجم او عايز تهاجم النادي الاهلي من الاول وعايز تهدف، طبعا اشتغل بطريقه هجوميه. تمام. فدي ليها افراد معين. لو انت هتشتغل اللي انت بتطول الجيم عشان ده ماتش، وانا اعتقد اللي هو هيبقى كده. ايوه، انت بتطول الجيم هتعمل توازن في الخطوط، وهتشتغل ممكن تشتغل 4 3 3. ايوه اتفضل. فهمت تماما. توقعك لنتيجه المباراه في النهايه؟ هي مباراه تبقى في حماس في الاول، لكن اعتقد ان نادي الزمالك هيحسمها نتيجه لعوامل كتير قوي. وهنقول بس نتيجه ان في ثقه اكتر من نادي الزمالك وفي استقرار اكتر من الزمالك. بشكرك جدا كابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم الكره المصريه ونادي الزمالك السابق. بقي ان نقول عن هذه المواجهه انه اللي في حاله التعادل طوال ال 90 دقيقه هنلجا الى شوطين اضافيين، فجهزوا نفسكم لربما سهره محتمله يوم الجمعه في المباراة اللي هتنطلق في تمام السابعة في أبو ظبي الإماراتية. منتخبنا الأولمبي أدى ميرانه الأول في الإسكندرية النهاردة استعدادا لمواجهة الثلاثين يوم الأحد المقبل أمام إسواتيني. بركات الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة المشرف على الفريق أشاد بروح اللاعبين، والنهاردة كانت عمل كده تدريب متكامل بقى بكل الأشكال من ميكالي بقيادة المدرب، وبيعاونه طبعا كابتن وائل رياض والكابتن عصام الحضري والبرازيلي تياجو المدرب العام والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وجواو محلل الأداء وليوناردو مدرب الأحمال. على مستوى الدوري المصري الممتاز، فمحمود علاء اتصل هاتفيا بحكم المباراة الكابتن وليد عبد الرازق بالأمس بعد المباراة، واعتذر منه على انفعاله بعد المباراة، وما تأكدنا منه طبقا لتقرير الحكم انه الطرد اللي خده محمود علاء كان بناء على بطاقة صفراء ثانية مش طرد مباشر. الكاميرات امبارح يعني كانت واضحه لنا انه في طرد طلع فجاه، لكن طلع ان كان في انذار وتلاه بطاقه حمراء. هل ده يغير من اي شيء عن المعلومات اللي قلناها امبارح؟ لا، لكن لمزيد فقط من التوضيح او للتاكيد للدقه يعني زي ما حضراتكم متعودين مننا. اخيرا وقبل الفاصل، كريستيانو رونالدو عاد الى تدريبات مانشستر يونايتد. اكيد خبر مبهج جدا لاي حد بيحب كريستيانو رونالدو واي حد بيحب مانشستر يونايتد، يعني لانه خلاص غلط، خد العقوبة، مش هيتذبح، رجع التدريبات. الصور بتقول انه بيتدرب بشكل طبيعي جدا، اتمرن مع الفريق بشكل فردي الايام اللي فاتت، وبالتالي اصبح جاهزا للتدريبات الجماعية لمواجهة شريف تيراسبول في الدوري الاوروبي. تدريبات برضو كانت شهدت عودة هاري ماجواير، دوني فان دي بيك، وان بيساكا الثلاثي المصاب. هل يظهر كريستيانو رونالدو امام شريف؟ بعض التقارير بتقول نعم، نشوف. واعتقد ده يبقى امر جيد جدا ان انت عاقبته في الاخر، انتهت القصه، اتعاقب اللي غلطان، ودي تبقى رساله بقى كامله يعني للفرقه ككل. كيكي ستيان على جانب اخر رحل اوناي امري من فياريال
الى فريق استون فيلا. كيكي سيتيان مدرب برشلونه السابق تولى تدريب الغواصات الصفراء فريق فياريال فيما تبقى من هذا الموسم، اللي في المركز السابع دلوقتي فريق فياريال في الدوري الاسباني لكره القدم. بعد الفاصل الكابتن مودي الجرحي اسطوره كره السله الاهلاويه نجم المنتخب الوطني السابق اعلن اعتزاله الشهر الماضي وبدأ رحلة جديدة، قال أنه يفضل أن تكون إدارية وليست فنية، عن رحلة طويلة جدا داخل الملاعب على مستوى كرة السلة وعن طموحات قادمة. هنتكلم مع الكابتن مودي الجرحي بعد الفاصل في الماتش، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أسطورة من أساطير كرة السلة المصرية والنادي الأهلي أعلن اعتزاله تقريبا يعني من شهر إلا يومين، وبالتالي لقى حفاوة كبيرة جدا. ربما كان يعلم حبه في قلب جمهور الأهلي، لكن أكيد كان فرحان بهذه الحفاوة اللي لقاها مش بس من الإدارة بل كمان من جمهور النادي الأهلي. مودي الجرحي كابتن النادي الأهلي السابق في كرة السلة هو ضيفنا. أهلا بيك كابتن مودي. أهلا بيك كابتن هاني، ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ تمام والله، بشكرك جدا على المقدمة دي يعني والله. منور الدنيا. ربنا يخليك. انت خجول قوي، خدت بالي انا في لقاءاتك التلفزيونيه رغم انك في الملعب مش خجول خالص. صح؟ دي حقيقه بصراحه. انا عايز اقول لك انا كده برضو في التلفزيون، لكن في الحقيقه انا العكس بقى. العكس. منور الدنيا كده. ربنا يخليك بنورك. طيب الاول تعالى مع بعض نشوف كده جوله سريعه وبعديها نبدا حوارنا مع مودي الجرحي. بعد كل السنين دي اللي لعبتها واديت فيها وتوجت فيها ببطولات، تحولت في اخر بطوله للاهلي من لاعب الى مشجع. كلمني عن الفرق في الاحساس. هو بصراحه طبعا فرق كبير جدا يعني. انا قعدت 30 سنه بلعب بوسكا في النادي الاهلي. كنت على طول بلعيب يعني. كنت اي نعم انت وانت بتلعب بتشجع. طبعا بس انت برضو اول مره اروح للفرق يعني، في الفرقه عندها ماتش او بطوله وانا مش معاهم. فده طبعا احساس كان غريب جدا بالنسبه لي. كان ساعتها احمد الجارحي بقى وعمر الجندي وايهاب، الناس كلها اللعيبه اللي كانت في الكويت هم اللي كانوا بيكلموني عايزين اروح. فانا ما بين اللي هو متردد انا رايح اسافر، حاسس ان انا نفسيا ما اعرفش الموضوع هيبقى عامل ازاي بالنسبه لي. بس في نفس الوقت حسيت ان احنا قريبين من البطوله. ولو اخذنا البطوله دي طبعا هتبقى حاجه كبيره. وحسيت خلاص، قلت خلاص انا هروح بقى، ايه احسبها على ربنا وهروح. يعني اول ما رحت طبعا كانت خضه بالنسبه لي ان انا قاعد في المدرجات. خضه طبعا. عامل ازاي الاحساس ده؟ انت كنت معاهم خلاص والجمهور موجود والجمهور كمان ده عليك انت، وكنت تلعب معاهم وتتفاعل مع الجمهور وانت لعيب. فدلوقتي انت خلاص قاعد مع الجمهور يعني، انت خلاص انت واحد منهم. انا طول عمري كنت واحد منهم يعني، انا في الكوره على طول من وانا عندي 7 8 سنين في الاستاد. دي صوره وانت في المدرج في الكويت. بالظبط كده، بالظبط كده. فهو كان الاحساس غريب صراحه جدا 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 كمان يعني. اول مره يعني، في اول ما دخلت قعدت في المدرجات كان في خضه كده جامده صراحه، بس بعد كده خلاص بقى يعني اتعاملت بقى خلاص. وصلتوا للمباراة النهائية في الآخر وخسارة في النهاية أمام الكويت، وكانت حتى رد الفعل في زعل وفي حتى غضب من القرارات التحكيمية، وأنت كنت كتبت حتى بوست على الفيسبوك. شفت إزاي المباراة وشفت إزاي البطولة ككل بالنسبة للأهلي؟ أنا والله هتكلم مش كأهلاوي ولا كابتن الأهلي والكلام ده خالص. إحنا كنا أحسن فريق بيلعب بوسكا في البطولة دي بشهادة الناس كلها. وإحنا كنا ماشيين بخطة ثابتة للبطولة. ماتش الفاينل ده انا على طول على فكره ما بتكلمش، عايز يعني اعلق شماعه على حاجه. بس احنا كان الماتش بتاعنا يعني، في اما كان 13 بونت لينا احنا كان غلط من عندنا. ايوه. بس في نفس الوقت هناخد حقي يعني. الكره الاخيره بتاعت الهاب، ايهاب اتضرب. طب خلاص هو اتضرب ما حسبتلوش فاول. راح جاي الحكم حسب عليه تكنيكال فاول. وخرجوا 5 فاول. فانت عملت 3 قرارات ما لهمش اصلا معنى مع كامل احترامي. وفي نفس الوقت احنا طبعا مش بنقول للسفاره دي خلاص هي اللي خلصت، بس اديني حقي حتى لو انا استهترت او انا خرجت عن التركيز. فانا بشوف ان البطوله دي بصراحه راحت عن طريق احنا حق الفرقه بالبطوله دي بصراحه. بس يعني الحمد لله انها جت في الاول، وان شاء الله نقدر نعوضها في اللي جاي باذن الله. ده بعد خماسيه تاريخيه في الموسم اللي فات، كانت منها البطوله العربيه كحامل للقب الاهلي الموسم ده. الموسم اللي فات ده تاريخي زي ما بنتكلم طبعا. وانك بتاخد كل شيء. ايه اللي حصل عشان توصل كأهلي للليفل ده بعد ممكن سنوات كانت فيها تعثرات غير مرضية للجمهور؟ أنا أقول لك البداية كانت من حوالي 3 سنين. 3 سنين كان ساعتها كابتن أشرف توفيق جه مسك الفرقة. إحنا كان ساعتها لسه بنعمل بقى بنبني الفرقة، بتعيد بناء الفرقة.
كان قبل كابتن اشرف كان كابتن بعد طارق خيري. كابتن طارق خيري. اه بالظبط، كان كابتن طارق بالظبط. خيري. كسبنا الحمد لله معاه برضو دوري عام وبطوله افريقيه كاس مصر وثلاثه دوري مرتبط. بس انت عارف اي فرقه بعد مرحله ما تم بتبقى عايزه ايه، تجديد خلاص، انت تعمل تجديد للفرقه. ايوه. جه كابتن اشرف في اول سنه دي، احنا عملنا فرقه في الاول كان لسه ايهاب امين مش موجود ولا احمد اسماعيل ولا الكلام ده خالص. احنا ساعتها كان كابتن اشرف جه، ايهاب ما كانش في الحسبان خالص، كان ايهاب قاعد في امريكا بيلعب في امريكا، ما حدش عارف ان هو راجع مصر. فعملنا صفقاتنا وعملنا على اساس ان احنا بنحاول نبني الفرقه ان احنا ننافس اصلا السنه اللي بعديها، يعني نحاول نخش المنافسه دلوقتي والسنه اللي بعديها خلاص نكسب. ايوه. فعملنا الفرقه وساعتها جبنا ايمن شوكت من الجيش وعبد الفضيل، وجبنا زيات من سموحه، جبنا احمد اسماعيل كان هيروح الزمالك احنا جبناه في الاخر، وبعد كده ظهر ايهاب امين طبعا. فرع كابتن اشرف دخل في الصفقه، هو بصراحه ليه الفضل الكبير كابتن اشرف وكابتن احمد الجرحي طبعا. كان ليك انت دور في الصفقة دي. طبعا بس هما كانوا اكتر عشان ادي كل واحد حقه صراحه، هما كانوا اكتر في الموضوع ده. انا ككابتن الفريق انا كلمت ايهاب امين ساعتها قبل ايوه. ما يمضي وقلت له انت رقم اربعه، هو كان عايز رقم اربعه قوي، انا قلت له خلاص هسيبها لك مفيش مشكله، الحاجات دي بالنسبه لنا ما تفرقش معانا، المهم انت تكسب يعني فاهم، انت الرقم ده مش هيفرق معاك، المهم كان من تكسب. الحاجات اللي ممكن تؤثر في قرار ايهاب امين ساعتها رقم اربعة. من الحاجات اللي هو حس ان بامان كده والناس شارياه والناس حابه ان كابتن الفريق بيكلمه بيقول له تمام. تعالى هتاخد رقم اربعه، فهو الحته دي اثرت فيه يعني. لو خلاص يعني كنت انا ساعتها كلمته، كان ابراهيم الجمال برضو كلمه، ايوه. فهو حس ان يعني اكبر اتنين في الفرقه وكباتن الفريق هم اللي كلموه. فاحنا ساعتها مع كابتن اشرف ما توفقناش اول سنه، بس احنا عملنا موسم كويس جدا جدا. محدش على طول بيبني فرقه وبتكسب، ايوه. انت يعني بعد تاخد وقت بالظبط كده تتكون. ها بالظبط كده يعني برضه كلمتوا عاصم مرعي ساعتها انت وابراهيم الجمال برضو من السنه اللي سنتين. من اه السنه اللي فاتت كلمنا عاصم يعني، دي حقيقه احنا كلمنا انا عاصم طبعا لعيبه كبار، ونفسي طبعا واتمنى انه يبقى موجود في النادي الاهلي، دي حاجه طبيعيه. وانا بقول يعني انا بقول لك انا طول عمري في موضوع اللعيبه ده بتكلم اللعيبه، اي لعيب يبقى ممكن يجي الاهلي انا اللي بكلمه، او بدايه الكلام ان هم كلهم صحابي وقريبين مني، ايوه. فانا ممكن اجيبه ممكن حتى اخليه يمضي، وبعد كده موضوع الفلوس منه للاداره او ياه. والله بتحصل، حصل كتير معايا كتير جدا. ده بسبب قدرات تفاوضية عندك ولا العلاقة عاملة ازاي؟ العلاقه بتبقى هي هم قريبين مني جدا وبيحبوني وواثقين فيا، ان هم في الاول وفي الاخر لو حصل اختلاف في العقد مش هياخدوا عقودهم هيمشوا يعني، النادي الاهلي ما عندوش حته بقى هات العقد والكلام ده ما حصل مش موجود يعني. ساعتها انا وكابتن احمد الجرحي بنعمل كده، يجوا البيت عندنا يمضوا معانا وبعد كده يمشوا، ولا ولو حصل اختلاف، على فكره حصل اختلاف مره او اتنين بتدي له العقد ويمشي، بس هو ثقه، هو عارف ان مفهوم. احنا الموضوع عمر ما حد هيلعب في الاهلي غصب عنه يعني. طيب هنوصل للحته دي كمان شويه. بيسموك عدل القيعي عشان كده صح؟ تمام. مين اللي طلعها عليك الكلمه دي؟ والله اصحابي يعني هم اللعيبه، هو الناس في الوسط عارفين ان انا اهلاوي لدرجه مش طبيعيه، وعلى فكره الموضوع ده اثر عليا في منتخبات، اثر عليا في يعني انا في اوقات الناس كانت شايفه ان مودي ماله محموق قوي، او يعني الاهلي بالنسبه له حاجه، فكان ممكن اتخانق ساعات مثلا مع حد او اتضايق مع حكم او يعني في، فخدوا فكره ان مودي بيعمل مشاكل، وانا مش كده خالص. بس انا موضوع الاهلي بالنسبه لي انا، ولا هو بقى ترند ولا هو بيحب يطلع يعمل بقى الكلام اللي بيتقال ده خالص، والله انا طول عمري بروح الاستاد معايا 7 سنين فمتعود على الكلام ده. ايوه. هي السوشيال ميديا بتحصرك دلوقتي انت عملت حاجه زي دي، ان صح. انت خلاص بقى ان انت بتحب تعمل شو، ان انت عايز تاخد اللقطه، وانا ولا بيبقى في دماغي الكلام ده خالص والله خالص يعني. بمناسبة الموضوع ده، يعني انت باعتبارك واحد من اللي هم بيتكلموا حتى في اي قضية تخص الاهلي كأهلاوي، هروح للحتة دي، لكن اسألك انت ازاي بقيت اهلاوي؟ يعني احكي لي عن الطفل الاهلاوي مودي الجرحي اللي وصل للليفل ده من ان الجمهور شايف انه بيمثلنا مش بس بيلعب باسم نادينا. انا والله بدايتي كانت، انا كان اختي بتلعب باسكت في الاهلي هي واحمد، هما الاثنين كانوا بيلعبوا باسكت، فانا كنت اروح معاهم النادي وانا صغير، فاتولدت خلاص هو اتولدت جوه النادي، هما بيلعبوا هما الاثنين باسكت، احمد كان بيلعب كره الاول بعد كده راح باسكت، فخلاص انت من داي 1 انت دخلت النادي خلاص انت ارتبطت بيه خلاص، انت من ساعتها كل العيله كلها عندنا اهلاويه يعني، مامتي الله يرحمها، بابايا، اخويا، اختي، ما عندناش حد في البيت عندنا ولاد عمامك من كل الاتجاهات. في عمامي وكده، في جزء منهم زملكاويه بس الاغلبيه بتاعت العيله تمام. اهلاويه يعني، فخلاص احنا مجرد ما دخلت النادي خلاص الموضوع بالنسبه لنا بقى خلاص حياتنا كلها جواه يعني. طيب بمناسبه ان انت قلتها حتى من غير ما نسال، يعني ان ممكن الناس تحصرني في حته ان انا بدور على شو انا بتكلم كاهلاوي، يعني هل انت حسيت ان في وقت انا مش عايز وجع دماغ، انا هبطل اكتب، انا هبطل اعلق على القصص عشان الناس ما تقولش الكلام اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي ده؟ بصراحه لا يعني انا ممكن ابطل اكتب الحاجات دي لما نخسر، نخسر او اي خساره، انا من نوعيه اللعيبه لو خسرنا ببقى يعني عارف بلدي كده عايز الارض تتفتح كده وتتشقى وتبلعني، ما بقدرش اتعامل، اما بنخسر اروح البيت اخش الاوضه ما بتحركش، ايوه.
ما ينفعش اكتب حاجه بقى لمده 10 ايام اسبوعين لحد ما نكسب حتى، عشان ايه يعني؟ انت لازم تراعي برضو الجمهور يعني، انت أي. خسرت ما ينفعش تبقى انت تطلع تاني يوم بقى تتعامل. فبس ان انا بقى ما اكتبش لما اهلي يكسب او احنا نكسب وكده، لا لا، ولا اصل انا بعملها من قلبي، مش بعملها عشان مفهوم. مش فارق لي مين يبص عليها او مين ما تعجبه ومين ما يعجبه، ولا بيفرق لي الكلام ده خالص. الدخول في الامور الجدليه احيانا من خلال البوستس على الفيسبوك اكيد بيسبب لك بعض الصداع يعني، او بيتقال عليك تعليقات، او بما انك انت اللي ذكرت ده بتشوفه ازاي؟ انا بتحصل معايا كتير صراحه يعني، مش هكدب، انا عامه كجماهير مصر كلها انا بحترم كل النوادي، ولكن في ناس بتقعد تكتب لك كلام يحسسوك ان انت مثلا ايه، انت عمرك ما عملت حاجه في تاريخك، او انت ما كسبتش، انت ناديك ما اعرفش ما خدش كام بطوله، مع ان حقيقه الامر انا والله كل النوادي اللي بتنافس الباسكت بحترمهم جدا، سواء الجزيره، اتحاد، زمالك، سبورتنج، دول اخر يعني اخر 20 سنه دول اللي خدوا البطولات. بس النادي الاهلي مثلا اخر 20 سنه في البطولات في الباسكت هو واخد اكتر بطولات، ممكن يكون جنبه نادي الاتحاد طبعا، نادي الاتحاد نادي كبير ونادي الزمالك، بس هي الناس تحسسك ان انت ما خدتش حاجه. لا على فكره انا عن نفسي كمودي واخد 25 بطوله، والنادي الاهلي باذن الله في المستقبل القريب باذن الله انا ان شاء الله يعني هناخد يعني بقى احنا رقم واحد في الباسكت في عدد البطولات. فانا بالنسبه لي بقول لك باخد الامور ببساطه بالنسبه لي، حتى لو في حاجه جدليه برد، لو لقيت الموضوع فيه خلاص كده اتجاه تاني بقى خلاص تتجاهل بقى. ما بتعاملش خلاص باسكت الصراحه. ثقة ان الاهلي في خلال سنوات قريبة جاية هيكون هو رقم واحد على مستوى عدد البطولات، ده بسبب ثقتك في ان البناء كان صح؟ اه طبعا يعني شايف ان احنا الحمد لله عندنا قاعده ناشئين كويسه جدا، وعندنا الفريق الكبير يعني، عندنا الناس اللي نقدر تبني عليها، عندك ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، عمر طارق، عندك ناس كتير صغيرين، عندك اتنين عمرو زهران وعبد الله ناصر، مؤمن خيري، يعني الاعمار السنيه احنا الحمد لله ما عندناش مثلا الناس كلها كبيره ولا الناس كلها صغيره، عندك في كل من تدرج. اه بالظبط من 20 ل 24 في 3 4 كويسين، من 24 ل 29 في كذا، من فوق ال 30. ومع الاداره بصراحه برضو دي حق ربنا يتقال، الناس موفرين كل حاجه مع الباسكت بالذات. انا اقول لك يعني كابتن محمود او النشاط الرياضي، كابتن خالد العوضي، اي حاجه الباسكت عايزها بتتعمل له، فانا ده احساسي. واحنا عندنا لعيبه كمان في امريكا على فكره، يعني عندنا لعيبه في امريكا من ناشئين الاهلي راحوا خلال يعني سنه ورا سنه كده، هتلاقي كل واحد فيهم راجع. فانا ببص يعني المستقبل من الناحيه دي بصراحه. طيب معانا تليفون كابتن النادي الاهلي الكابتن سيف سمير، اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك يعني، الاخبار؟ اخبارك يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. معايا الكابتن مودي كابيتانو. ازيك كابتانو؟ بيسلم عليك حبيبي. حبيبي سيف، ازيك يا مودي؟ تمام الحمد لله. اعتزل مودي الجرحي وترك لك مسؤوليه ممكن نقول عليها قويه تقيله، كلمني قوية. عن العلاقه وكلمني عن المسؤوليه الجديده. لا، هو انا علاقتي بمودي مش هو يعني، مش يعني رباني في الاول، انا طلعت معاه وانا صغير، عشنا مع بعض كتير، دلوقتي احنا صحاب يعني، يعتبر صحاب. قبل ما اعتذر كنت معتزل يعني، كنت عارف اكيد وعمالين نتكلم وكده، ففي الاخر هو خد القرار ده، وقلت له انت سايب لي حمل تقيل قوي وفجأة. بس يعني هو معايا على طول يعني، لو في اي حاجه بتحصل انا بكلمه، في حاجه عندنا بكلمه اكيد بستشيره، هو اصلا ما بيبعدش عن فرقه، هو احنا كلنا اصحاب يعني. ايه المواصفات اللي كانت في مودي الجرحي كقائد وانت شايف ان انت مهم انك تبقى معتمدها فيك انت ككابتن؟ مبدئيا حبه للنادي يعني، غيرته على التيشيرت النادي وعلى النادي عامة في كل الألعاب يعني، مش بقول لك غيرته بس على الفرقة، لا ده غيرته في كل حاجة كان النادي بيلعب فيها، لا غيرته دي بتتنقل للفرقة إن النادي الأهلي ده حاجة عظيمة وحاجة كبيرة. فيمكن دي من سماته، اللي هو مهما كان الموقف صعب احنا النادي الاهلي يعني، احنا داخلين نكسب مهما كان الماتش صعب، ماتش بطوله كبيره، لا احنا النادي الاهلي مهما كان احنا النادي الاهلي. يمكن دي من الحاجات اللي يعني الواحد اتعلمها منه، ومن ناس كتير يعني في النادي الاهلي، كباتن الفرقه هو يعني هي دي الصفه تقريبا اللي موجوده في كباتن الفرقه بتوع النادي الاهلي بالذات. انت ايه النصيحه اللي توجهها لكابتن سيف يا كابتن مودي؟
طبعا سيف زي ما قال لك كده، هو سيف معايا من واحنا صغيرين جدا، وهو ابن النادي يعتبر من اولاد النادي، احنا جايبينه واحنا صغير جدا يعني، وهو عليه مسؤوليه كبيره طبعا، بس هو قدها يعني. انا حتى بتكلم معاه كتير ما بيسيبوش خالص، انا اكني موجود في الفرقه والله. هو سيف قد الموضوع ده، هو نصيحه ان احنا ان شاء الله يعني نبعد البطوله اللي فاتت خلاص، هي بحلوها بمرها باللي حصل فيها، ونركز. عندنا موسم صعب، واكيد اي حد نفسه يوقع البطل، انت واخد، احنا واخدين كل حاجه، وان شاء الله الفرقه تتلم وسيف يلم الفرقه ونبتدي بالدوري المرتبط ان شاء الله، يعني نكسبه باذن الله. دي البدايه ودي النصيحه ليه ان شاء الله. كابتن سيف طيب نورتني، شكرا، ويعني مبسوطين جدا بوجودك معانا، وان شاء الله موفق في الرحله اللي جايه. حبيبي سيف، قدها ان شاء الله. حبيبي شكرا للكابتن سيف سمير، كابتن النادي الاهلي، خلفا للكابتن مودي الجارحي. كابتن مودي، يعني افتقدت انت اكيد الجمهور في الملاعب في السنوات الاخيره ليك كلاعب. شفت بنفسك الجمهور في الكويت كان عامل ازاي، وصعوبات في اسعار التذاكر اللي عماله تتدرج للاعلى لحد ما وصلت لرقم من الارقام التاريخيه. يعني ده حقيقة. كلمني عن احساسك في اخر سنوات في غياب الجمهور، وبعدها شفتهم وانت في المدرجات. بص انا هقول لك، هكون صريح معاك، انا مشكلتي ان انا طلعت وانا صغير لعبت بجمهور، فقعدت بتاع 6 سنين او 7 سنين بلعب بجمهور، فالنقله يعني عارف، يا ريتني لعبت بجمهور. انت عارف ما بتلعب بجمهور وتيجي تقلب بقى الموضوع ما فيش جمهور خالص، تحس بصفاره كده في ودنك، الموضوع صح؟ انت تحس ماتش ودي يعني، وانت لعبت بجمهور. اصلا لعبت بجمهور، فصلت لساس اسكندريه، صاله الزمالك، صاله الاهلي، فالموضوع مختلف تماما. جمهور الاهلي في الماتشات الباسكت زمان كمان يعني حاجه مش طبيعيه. فطبعا حاجه، انا عن نفسي كمودي كمستواي حتى ممكن افقد 30 40% من مستواي بسبب عدم وجود الجمهور. يعني موضوع الجمهور ده الواحد بيتفاعل معاه، تبقى عايز تعمل ديفنس، بتبقى عايز تجري على كنت تموت نفسك. طبعا انت في كل الماتشات عايز تعمل كده، مفهوم. بس في وجود الجمهور في حد بيشحن طول مش الوقت. ممكن حاجه. يعني شفنا كلنا في الكويت، يعني في الكويت الناس كانت مبهوره ازاي بعد ما خلصنا الكويت، راحوا الهاندبول في السوبر جلوب مع اللعيبه هناك، عملنا انجاز برضو في الهاندبول. فهي الجمهور بيديك طاقه، بيديك حاجه مهما حصل عمرك ما هتعرف تاخدها غير من الجمهور، مستحيله يعني. احكي لي عن قرار الاعتزال، ازاي فكرت فيه، جه ازاي، كلمت مين الاول، مين اللي رد عليك بلأ، مين اللي قال لك تمام على طول، احكي لي عن الفكره كده ازاي اتكونت لحد ما خرجت للنور. بس هو من البدايه، هو ما انا ما كنتش واخد القرار قبل الموسم خالص. يعني انا عادي فاضل فيه سنتين يعني بالظبط. اللي فات، ودي كمان يعني اللي هتبتدي شغالين فيها دي، عادي كان لسه شغال. تمام. هو بعد السيزون ما خلص انا قعدت مع الكوتش جوستي، قعدت انا اتكلمنا مع بعض. انا من نوع عمري في حياتي ما هكون مثلا موظف في النادي الاهلي، تمام. يعني ليا دور كبير، مش كبير حتى، مش بتكلم كلاعب وكده، انت هتعمل اللي عليك والقرار في الاول وفي الاخر. انا بحترم اي حاجه فنيه، الحمد لله عمري ما في حياتي ما كان عندي مشكله مع اي مدرب خالص. تمام. انا حسيت ان انا ايه، خدنا 5 بطولات، وهو بيتكلم معايا، وهو على فكره كان عادي، انا موجود في الفرقه اصلا يعني، سواء انا او الجمال موجودين عادي في الفرقه. الفكره كلها ان هو في صغيرين هيطلعوا يلعبوا، تمام. هو كان الاتجاه في النادي اللي هو عايزين الصغيرين يلعبوا. تمام. انا قعدت معاه وهو انا موجود، هو عارف. بس انا ما روحت البيت اتكلمت انا وهو مع بعض، اتكلمت مع بابايا، اتكلمت مع احمد، اتكلمت مع خطيبتي، اتكلمت مع اختي، الناس قريبين مني كلهم. يمكن بابايا واحمد اكتر اتنين كانوا شايفين ان الموضوع ايه، يمكن ربنا بعت لك ان انت خلاص خدت 5 بطولات وتنهيها نهايه يعني كويسه جدا. وقعدت مع كابتن خالد العودي برضو بصراحه، اتكلمت معاه. فهو كل اللي قريبين منك قالوا لك خلاص ايه، يعني شايفين ده دلوقتي من طبعا هو قرار اصعب من اصعب متعب. قرارات في حياتي. يعني انا عايز اقول لك ان انا ممكن قعدت قبل القرار ده بعيط كل يوم يعني الموضوع. والله يعني اكون امين معاك، يعني الموضوع بالنسبه لي ما انامش غير ساعتين في اليوم، بصحى اقعد. الموضوع قلق رهيب. ها، الموضوع حاجه بتعملها 30 سنه فجاه مش هتعملها. يعني هي كان كل حياتي الباسكت في الاهلي كمان، يعني كمان الحمد لله عمري ما لعبت غير في الاهلي، فما عنديش اصلا اوبشن ان انا اروح العب في حته تانية، ده موضوع مستحيل يعني حاجه مستحيله. فهو القرار قبل ما اخدته كمان كلمت انا خطيبتي فيه كتير، هي بتلعب برضه، هي كابتن النادي الاهلي، فهي الفكره كلها هي حاسه بيها كمان عشان هي لعيبه، فاتكلم انا وهي. فهي كانت بتقول لك ايه، هي سواء على مستوى القرار ازاي كانت بتساعدك برايها، او على مستوى الدعم المعنوي يعني في القرار الصعب اللي زي ده. هي كانت نفسها انا اكمل طبعا، ولكن انا ما شرحت لها وجهه النظر اللي انا في صغيرين دلوقتي، وهم زي ما انا لعبت وانا صغير، اكيد اللي موجودين دول عايزين ياخدوا فرصتهم يعني، وانا اكيد متضايق، اكيد القرار مش سهل. لحد ما اقنعتها فعلا، وهي حست قد كده يعني بعد ما انا خدت القرار وشافت بقى اللي حصل،
هي قالت لي فعلا كان القرار يعني قرار صح ان انت تختار التوقيت ان انت هتعتزل فيه ده. انا شايفه بالنسبه لي من اهم الحاجات في تاريخ اللعب من ساعه ما بدا لبطل، عشان انت لو كسبت زي ما الحمد لله كسبنا كل حاجه، الناس هتطول عمرها تفتكرك بالحته دي. صح، لا قدر الله حصل اي خساره، انت عارفين ان اللعيبه الكبار هم اللي بيشيلوا أيوة. الليله من الاخر. فلو حصل اي حاجه هتلاقي النقد ليك انت وانت بتتهاجم، وانت عارف جمهور الاهلي يعني جمهور الاهلي بالملايين، فطبعا انت تبقى سايبهم وهم فرحانين، دي حاجه كانت كبيره عندي. فالقرار جه عن طريق الحته دي بصراحه. كابتن دينا اهلا بيكي، منورانا. اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ منوره الدنيا، احنا زي الفل الحمد لله. كابتن مودي بيحكي، فحبينا ان تكوني موجوده في لحظه زي دي، منوره الدنيا. ياه، ده صوت التلفزيون واصل لي بعدها ازيك يا بثلاث كابتن دقايق مودي؟ عشان تعرف هو انا قاعدة عشان خاطرك لحد دلوقتي. اقفلي بس صوت التلفزيون زي ما بنقولها من واحنا صغيرين الجملة دي، ازيك؟ واسمعينا من التليفون، ومعاكي الكابتن مودي الجرحي. انا خلاص انا وصيت اهو كده، كله تمام زي الفل الحمد لله. الحمد لله كله تمام. انا بصراحة يعني مش عارفة اتكلم ازاي ولا ابدا اقول ايه اصلا، بس يعني كده اكيد انا مش مستوعبه حاجه بصراحه زي دي لحد دلوقتي. بس انا كل ثقه بصراحه ان هو هيبقى قد البوزيشن اللي هو فيه الفتره الجايه، وانا واثقه فيه جدا ان هو ان شاء الله هيقدر ينقل النادي الاهلي في حته تانية، عشان هو بيحب الباسكت جدا جدا وبيحب النادي اكتر بكتير. فانا كل الدعم ليه يعني، وانا كده كده وراه في اي حاجه هو عارف مهما كانت. فخير، كله خير ان شاء الله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. كابتن دينا، انت كان لسه بيتكلم كابتن مودي على القرار ده، وان هو علشان من حسن الحظ، يعني ان خطيبتي هي اللعيبه اللي برضو فاهمه الدنيا وفاهمه الدماغ، وبالتالي عارفه انا بفكر ازاي. فانت هنا كان دورك مش بس كرياضيه شايفه المشهد، انت كمان دورك شريكه حياه يعني. فأنا عارف إن الموقف عليكي يمكن لا يقل صعوبة عن مودي. كلميني أنت عن إحساسك وعن الطريقة اللي تعاملت بيها مع مودي وهو بيفكر في التفكير ده. بص، أنا هكون يعني أنا هكون صريحة معاك، هو صراحة الموضوع مش سهل خالص، واللي هيقول لك عادي أصل دي سنة الحياة وأيًا كان اللي حصل وده الطبيعي اللي لازم يحصل وكل الكلام ده، بس صدقني أنت لما بتتحط في سيتويشن الموضوع ما بيبقاش سهل خالص. أنا ما كانش ده حلم حياتي، أنا هو عارف حاجة زي كده، أنا كان نفسي على الأقل سنتين كمان، يعني أنا ده اللي كان نفسي فيه، بس يمكن ربنا ما أردش. بس أنا برضو بشوف بصراحة إن التوقيت ليه كان كويس جدًا. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع كتير جدا 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 فوق ما تتخيل، وعدى علينا اوقات صعبه كتيره جدا، بس الحمد لله. يعني انا كنت على طول بصراحه بتكلم معاه انه ربنا اكيد هيعوضه، اكيد شايف له حاجه احسن الفتره الجايه وفي مستقبله عموما، وما اعتقدش ان هيبقى فيه احسن من الوقت ده كان يحصل فيه كده. فهو بصراحه الوضع كان غريب، يعني انا اصلا في وقتها حتى ما كنتش مستوعبه خالص، ولا كنت عارفه احنا المفروض ناخد القرار ده ازاي، ولا ايه اللي يحصل، ولا حتى ساعات كنتش ببقى عارفه ارد عليه في اي حاجه. بس انا كان يهمني مصلحته ويهمني في اي حاجه ايا كانت هي ايه ان هو كان يبقى مبسوط. ف يعني هو خد القرار في الاخر وربنا اختار له الصالح، وبتمنى طبعا ان شاء الله ان ربنا يوفقه في كل حاجه وكل خطوه جايه، وبجد نفسي اشوفه يعني احسن وانجح انسان في الدنيا، هو بجد يستاهل كده عشان هو بيعمل فعلا كل حاجه من قلبه بامانه يعني. كابتن مودي. تمام والله، هي طبعا سعد اتعبت معايا كتير قوي صراحه، واستحملت حاجات كتير جدا، وفي وقت الخساره وعصبيه مني، وكنا يعني ممكن اخسر ماتش ما مش عايز اتكلم، مش عايز اسمع صوت حد من الاخر. فهي استحملت كتير، وفي القرارات ده هي كانت نفسها العب، يعني العب سنتين كمان اللي احنا نلعب مع بعض، يعني كابتن النادي الاهلي وانا كابتن النادي الاهلي. كان رسمين حاجات، بس هو ربنا وداني في الطريق ده، وانا شايفه له ان شاء الله خير يعني باذن الله. انا كده خير، جنبها كل خير، كل طالما احنا في النادي الاهلي عامه احنا الاثنين، مهما كان بقى لعيب او اي حاجه ثانيه، خلاص مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن دينا، هابي انيفرساري، عارف ان هي يوم السبت ان شاء الله. يوم معلش السبت. معلش احتفلوا لحد، معلش حد ايه، ما انا كمان مش فاضيه وانا كمان ورايا مسؤوليات دلوقتي. خلاص الويك اند اللي بعده، ما تزعليش اجلوها شويه. لا وانا هستنى الويك اند اللي بعده، ده كلام برضه.
كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب والله، عشان شفت اهو اول بقى ما النادي الاهلي ناداه والشغل ناداه، خلاص انا سكنت على الرف خلاص. قول لها حاجة بقى بمناسبة. معلش انا عوضها والله، انا عوضها. ماشي خلاص انا مستنية. ربنا يخليكم لبعض ونورتينا يا كابتن دينا، شكرا ليكي. رد فعل مجلس الإدارة كان إيه لما أنت حسيت إن لأ أنا مش موظف، وأه تمام بحترم قرار أو رؤية المدير الفني لكن صعب عليا كلاعب، رحت بلغت مجلس الإدارة، موقفهم كان عامل إزاي والنقاش، بما إنك كمان قلت إنك خدت رأي كابتن حسام غالي صديق عمر وعضو طبعًا مجلس إدارة؟ طبعًا. أنا والله الكلام ده أقوله برضه عشان الناس ما تفهموش غلط، أنا مش بقول الكلام ده عشان يبقى اسمي بشكر في مجلس الاداره او انا ما تشكر لا انا مش قصدي، انا بتكلم عموما عشان الناس برضو بتبقى فاهمه ان انت دلوقتي بقت شغال في النادي فانت بتتكلم عشان لا خالص، انا بقول اللي حق ربنا اللي اتقال. تمام. من اول كابتن الخطيب لحد اصغر عضو في مجلس الاداره كلهم كانوا سبورت ليا وكلهم كانوا في ظهري، العكس يعني انا والله الكلام ده ما فيش واحد كلمته غير هو معايا. لا انا مثلا حسام غالي بقول لك كابتن حسام متربي معايا انا واحمد، يعني هو كان صاحب احمد اصلا وعرفني وانا قد كده يعني صغير جدا. فهو رحت قعدت معاه في اجتماع معاه انا هو لوحدنا خالص، هو كان شايف ان ده القرار الصح، قال لي السنه دي مش هتفرق معاك في حاجه انك تلعبها، لازم الجمهور الاهلي يفتكرك على طول بالحلو. وربنا كاتب دلوقتي انت كسبان 5 بطولات. كابتن عمرو فاروق برضو قعدت معاه، كله كان شيء يعني كابتن خالد العوضي صراحه، كابتن محمد الغزاوي، الدكتور محمد شوقي، ما فيش حد يعني حسيت ان هو مثلا مهند مثلا في مجلس الاداره برضو، الضماطي، كلهم في ظهري، الجرحي يعني احنا قرايب كل حاجه. فاتكلمت مع يعني كله كان في ظهري، مش وكمان في جلسه من جلسات انا عرفت ان كابتن محمود قال لهم موضوع مودي يخلص هو والجمال ويشوفوا عايزين ايه ويعملوا لهم، يعني دي برضو حاجه كانت كبيره جدا 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 برضو، ان هو على فكره وانا مقدر جدا ان حاجه زي يعني اعتزالنا ده بتفاصيل كده طبعا ما ينفعش اقولها ممكن تكون ما حصلتش لاي لعيبه في النادي الاهلي في على بل في رياضات اخرى كمان. بالظبط دي حقيقه. بس دي تقديرا واحتراما لينا على اللي احنا عملناه واللي احنا ضحينا بيه في مواقف كتير، فالحمد لله ان الاهلي في الحته دي ما بينساش حد صراحه يعني. فانا بشكرهم طبعا على الكلام ده. هل مجلس الاداره نفسه قال لك في وقت من الاوقات اعتزل؟ لا خالص، مفيش الكلام ده خالص خالص يعني، ما حصلش. عمرها ما تحصل يعني، عمري ما مجلس اداره العكس يعني عمرهم في حياتهم ما اتكلموا معايا في حاجه زي كده، ممكن نتكلم بقى نتفاوض في حاجه وفي الاخر على عقد او حاجه مفهوم. وبعمل اللي هم عايزينه طبعا مفهوم. يعني انا عمري في حياتي ما دخلت في نقاش في العقود دي بالذات في النقاشات اصلا مع النادي الاهلي، فدي بس ان انا اعتزل عمرهم قالوا لي صراحه، عمرهم ما قالوها لك. ده هيرجعني اللي من سنتين تقريبا كان معايا على التليفون ماريو بالما. ايوه صح، المدير الفني، فاكر؟ فاكر طبعا، اتفرجت عليها؟ طبعا. المدير الفني السابق للاهلي وكان مشي، ف دخل معانا هنا مداخلة، فقلت له في سببين يقال ان انت مشيت بسببهم، الاولاني ان الجرحي والجمال انت كنت عايزهم يمشوا، وده على عكس رغبة ادارة النادي الاهلي، هو قال لي ان وصفها بكذبة بالظبط كبيرة. لكن كان ايه العلاقة عاملة ازاي؟ وهل كان مثلا هو نفس موقف اوجوستي انه شايف ان ممكن يبقى دوركم قليل فانتوا زعلتوا، ولا كان ليه رأي انه لا تمشوا، ولا كانت كذبة زي ما هو وصفها؟ لا اولا انا علاقتي بالكوتش ماريو بالما كويسه جدا. خلي بالك انا جالي كورونا اصلا معاه وما لعبتش يعني، انا اتمرنت معاه فتره وقبل الماتشات جالي كورونا، فرحت له على الماتشات على طول. بس هو الراجل من اول يوم جه كان بيحترمني جدا جدا انا والجمال. الراجل ده مدرب كبير قوي وسي في كبير جدا. مفاجاه بقى، انا قريت الكلام ان الناس بتتكلم ان هو عايز يمشي مودي والجمال، فالاداره واقفه له. انا عايز اقول لك ان احنا خلصنا سيزون مثلا النهارده، بعديها باربع ايام بعت لي مسج قال لي تعالى لي في الاوتيل كذا في المكان كذا عايزك. رحت قعدت معاه 5 ساعات من حضر لسيزون جديد تمام بكل حاجه. الراجل اللي هو عنده كابتن الفريق حاجه مهم جدا يعني، كان دوري اهم من اي حد. كان يجي يقول لي احنا مثلا عايزين نحط لوائح في الخصومات، لوائح في المكسب، اللعيبه اللي موجوده مين، طب كان بياخد رايي في كل حاجه. قال لي والسنه الجايه حتى قالها لي كده، السنه الجايه لو انت ما عملتش اللي عليك مش انت كابتن فريق، مش هدخلك السكور اصلا بتاع الماتشات، تمام تموت نفسك زي اي لعيب. واللعيب وفي لعيبه هو اتكلم معايا فيها هو هيجيبها الاهلي، قال لي ايه رايك في اللعيب ده، ايه رايك في اللعيب ده، ايه رايك في اللعيب ده، وخلصت مع القعده. وقال لي ما فيش بني ادم يعرف ان انت قعدت مع القعده دي. طبعا بقى الناس قالت لي كده عايز يمشي، وانا طبعا الراجل علاقتي بيه اصلا حاجه جامده جدا يعني، انا والجمال ابعد عن الكلام ده خالص. والكلام نفس كلام الجمال يعني، هو ما كانش في دماغه 1% ان هو اصلا الجمال يمشي. طبعا الكلام بمناسبه الكلام ده برضو طلع عليا كلام كتير، يا بيقعد يقول لك ابناء عاملين وابناء ما اعرفش ايه، ويتقال عليك اصله موظف وعايز يقعد في النادي وخلاص بياخد اعلى عقد في الفرقه. طبعا الكلام ده
عمره ما حصل ولا الكلام ده موجود. انت بتاخد اعلى عقد؟ عمري ما الكلام ده طبعا مش موجود الكلام ده خالص. اه وعلى فكره كابتن احمد الجرحي موجود وكابتن طارق غنام موجود، انا في اي عقد بمضيه عمري ما بسال ده خد ايه او ما خدش، العكس انا في لعيبه اتاخد رايي مثلا عشان احنا من كبار الفرقه، اللعيب ده لو ياخد فلوس انت هتبقى متضايق اكبر اكتر منك، اقسم بالله عمري ده العكس، قلت لهم طالما هنكسب ولا فريق الكلام ده خالص، يعني اخر حاجه ممكن افكر فيها ان انا اقول لا ده ما يجيش عشان الفلوس ولا يفرق كده، المهم طالما هنكسب ومصلحه النادي تمام، وفي نفس الوقت اللي يرضيني لو النادي يقدرني التقدير اللي هم يشوفوني بيه. مفهوم. عشان برضو الكلام ده اتقال كتير وكان بيزعلني صراحه، يعني الناس كانت تقعد تقول لك مودي بيدور على مصلحته ومش عايز حد في مكانه يجي. انا ثلاث ارباع البليمكرات اللي في مصر جم لعبوا في الاهلي وانا اللي بكلمهم وبتفاوض معاهم اللي هو في مركزي. طب معلش يعني ده تصرف مثالي، فالمثاليه دي الوصول ليها صعب، يعني انت بلاي ميكر وفاوض بلاي ميكر يجي يلعب، احكي لي بقى الاحساس يعني عايز افهمه. ما انا هقول لك اولا انا مش هلعب لوحدي، احنا عايزين فرقه تبقى جامده، هو هيجي انا هو اللي بيني وبينه ملعب، ما هو انا لو لعبت وحش الكوتش هيجيب واحد تاني. أيه. فانت تجيب واحد جامد وانت شايف نفسك ان انت احسن منه او هو شايف نفسه احسن منك، الملعب الفيصل. في نفس الوقت انا لو لعبت لوحدي وخسرنا انا عملت ايه؟ لا انت جيب لعيب ده جامد والملعب، انا طول عمري متربي على الحته دي في النادي، الفيصل الملعب، مهما كنت انت جامد او مش جامد انت، طب انت هتروح منتخب مصر هتضامن مكانك، ما انت هتموت نفسك عشان تلعب. هي الناس ممكن تكون فاكره الكلام ده مودي بيقوله مثاليه خالص والله. يعني عندنا مهند صباغ جه لعب في الاهلي، رامي جنيدي لعب في الاهلي، حاتم البحيري لعب في الاهلي، إيه ابو خضر لعب في الاهلي، ناس كتير جدا لعبوا في الاهلي بلوكرات كلهم لعبوا منتخب مصر. انا من الناس اللي على طول كلمتهم، يعني انا بالنسبه لي الموضوع ده ما يفرقش معايا، انا كويس هلعب. هو ياسر مبارك كمان من الاتحاد، ياسر جه بس ياسر ما لعبش، يعني ياسر جه بعد كده رجع الاتحاد تاني، ده من ضمن الحاجات لما طلب عقوده عشان كان عنده مشكله في اسكندريه، النادي الاهلي ادى عقوده وما لعبش اصلا. تمام. فانا بقول لك ان الحته دي مصلحه الاهلي عندي. الناس كلها السنه اللي فاتت كانت بتتكلم على مايكل تومسون لو انت فاكر، بطريقه ان اخر إن المستوى والاداء. انا كنت على طول بطلع دافع عنه قدام اي حد وبنزل له ان هو حقه على فكره. ممكن يكون مستواه اقل شويه في الاخر بس على مدار السيزون كامل مايكل تومسون عامل عامل موسم كبير يعني. وهقول لك اخر حاجه معلش في الموضوع ده، وولتر هودج مثلا، انا لما سافرت لهم الكويت وولتر هودج كنا قاعدين في الاوضه بقى كلنا مع بعض بعد البطوله أو قبل الماتش الفاينل، وولتر دخل قال للعيبه اول واحد فاض معايا ايه ان انا اجي العب في الاهلي كان عليا انا، وانا كنتش لعيب خلاص بقى. قال لهم كده، قال له عشان انا من سنتين وهو كان بيلعب في الزمالك واحنا في الملعب انا كنت ماسكه. قلت له انت هتلعب في الاهلي، والله العظيم قلت له كده. ده في وسط الماتش قلت له كده. وهو ساعتها قال لي انا عايز العب في الاهلي، قال لك انا عايز العب في الاهلي وهو بيلعب في الزمالك في وسط ماتش اهلي وزمالك، والله العظيم حصل كده. حتى قال لهم ده اول واحد اتفاوض معايا. يعني ولتر كمان ولتر لعيب جامد قوي. وانت كنت بتنيمه في الماتش ولا خالص؟ اصل عايز يجي بجد، هو لعيب كبير. فانا كنت بتكلم معاه كده والله، حتى هو فاكر، يعني انا اصلا ما كنتش فاكر. طب بالمناسبه دي يا مودي، الزملكاويه بيقولوها وانا بشوفهم، يعني انه الاهلي حس ان احنا مش هننجح في الالعاب الجماعيه الا بان احنا نمشي على تراك الزمالك. اوجوستي بوش متالق مع الزمالك، هات لنا اوجوستي بوش. ولتر هودج متالق مع الزمالك، هات لنا ولتر هودج. وعشان كده الاهلي عاد الى منصات التتويج. تمام. ايه رايك في المقوله دي؟ طبعا غلط 100%، مش عشان انا اهلاوي والله برضه. هو ولتر جاي من الزمالك؟ لا يعني ولتر نجح في الزمالك. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، ولتر اصلا اتعرض على النادي الاهلي قبل الزمالك. بس احنا كان عندنا مشكله في بوزيشن معين اكتر، فاحنا جبنا البوزيشن اللي احنا محتاجينه في الفتره دي قبل ما يجي يروح الزمالك. تاني حاجه، ولتر رودي معروف ولعيب كبير في اي حته، يعني مثلا مش قصدي حاجه، في فرق ما بين لعيب انت بتجيبه تعمله نجم ولعيب نجم جالك، ولعيب جالك نجم، هو في اي حته هيروح نجم. هو في الزمالك نجم، راح بورتوريكو كان نجم، جه الاهلي كان نجم. فولتر دي بالنسبه لي موضوع مش لوجيك، يعني انت هو نجم في اي حته. اوجوستي برضه بمناسبه الكوتش اوجوستي، رحت له في نفس الماتش وقلت له ما هتيجي تدربنا؟ لا لا صراحه لا. لا خالص، بس هو بمناسبه الكوتش اوجوستي هو خلص عقده مع الزمالك. انا مش قصدي حاجه، انت عايز تعادل في الزمالك مثلا، تفاوض باظ ما بينكم دي حاجه خلاص، يعني هو الراجل خد قرار حتى قبل ما يتعاقد مع الاهلي نزل وشكر جمهور الزمالك وشكر مجلس اداره الزمالك، بس هو مش هيقدر يكمل. هو بالنسبه له ما الاهلي كلمه، ما ده اوفر جاله هو. لو شاف ان الاوفر، وهقول لك على حاجه يعني حاجه من انا عارفها، ان كوتش جوستي كان شاف ان فرقه الاهلي مقاومتها فرقه كبيره وفرقه هو كان عايز يمسكها اللي هي فرقه متكامله، فاهم؟ هو انا عرفت كده بعد كده، أيوة. مش قبل الموضوع. فهو ممكن يكون هو كان شايف ككوتش ان انا الفرقه دي اقدر احقق طموحاتي معاه، يعني ممكن يكون الزمالك في الوقت ده خد افريقيا والدوري.
بس على اللونج ران هو شايف مثلا لا الاهلي عنده صغيرين وعنده قاعده ناشئين وكده، ما ده احتراف برضه. مدرب كبير اوجستي. طبعا طبعا مدرب كبير، شخصيه كبيره ويعني هو مدرب فرق طبعا جدا مع النادي الاهلي. بس انا ما بحبش حته ان الناس تقول لك ايه لا اصل انت سرقت، لا خالص. طب على فكره في مدربين كتير في النادي الاهلي خدوا بطولات. ما انا لسه كنت بحكي لك كابتن اشرف توفيق مثلا واخد 14 بطوله في تاريخ مع النادي الاهلي، كابتن طارق خيري واخد 6 بطولات في عدد في 3 4 سنين. يعني مش شرط نحصر ان ده كويس او ده وحش او انت سرقت ده خالص. هو كل واحد بيجي، احنا في النادي بيجي نكمل بعض. مفهوم. يعني زي ما حكيت لك على كابتن اشرف، خلص سلم الكوتش اجوستي بشخصيته. هل كابتن احمد الجرحي كان بيجي عليك احيانا علشان ما يتقالش انه بيتحيز لاخوه؟ لا ده على طول على طول. كان بيحصل بينكم النقاش ده كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني انا يا احمد انا خلاص بطلت بقى فهتكلم براحتي. قول براحتك بقى. لا يعني احمد وجوده معايا في الفرقه اثر عليا بالسلب اكتر بكتير ما طبعا طبعا. ان هو مثلا ممكن يكون شايف ان انا مثلا حقي دلوقتي مثلا العب، عمره ما هيتكلم في حاجه زي كده، يتكلم لاي لعيب معدنة. شايف ان اي عقد مثلا مودي المفروض ياخد كذا، لا عمره ما هيقول حاجه، لا مودي ياخد اقل عشان ما بيتكلم، عشان ده مودي بالظبط. مع ان انا كنت بتضايق من الموضوع ده، اللي هو لا ما هو انا كابتن الفريق وانا الحمد لله مش قصدي حاجه، بلعب في فرق 18 سنه يعني مش واحد لسه جاي جديد مفهوم. مثلا فعايز اقول كان في مشاكل في الحته دي بيني وبينه كتير جدا كتير جدا. وكان وراح اشتكي بقى لطارق الغنام، وطارق الغنام يجي يكلمني واشتكي. والله. يعني الموضوع ده كتير جدا حصل. اصبحت مديرا اداريا لفريق القطاع الشباب في كرة السلة في الأهلي. كلمني عن التجربة دي، وشايف فين بقى الطموحات اللي جاية؟ أنت وأنت لعيب طموحاتك عمالة تزيد كلاعب، دلوقتي كسلك إداري طموحاتك رايحة لفين؟ أنا برضو عايز أقول لك أبتدي في الحتة دي، إن أنا من بداية الموضوع لما أخدت قرار الاعتزال قعدت مع كابتن خالد العودي وكابتن عمرو فاروق. برضو من ضمن الحاجات، أنا وإبراهيم الجمال من ضمن الحاجات برضو اللي أنا بشكرهم عليها، إن هو خيرك ما بين الاثنين، أنت عايز تخش فني ولا عايز تخش إداري. انا لعبت 30 سنه باسكت، فخلاص فنيا خلاص مش قادر اتعامل فنيا كمان. تمام. وكمان طول عمري كان طموحي ان انا بقعد مجلس اداره في النادي الاهلي. طول عمري يعني انا صغير طول عمري ده طموح شخصي عندي. بعد كده الجمال كان عايز يروح في حته فنيه. فالجمال قال لهم حاجه فنيه، انا بالنسبه لي هم كانوا عايزين يحطوني في حته فنيه. قلت لهم لا انا عايز حاجه ليها علاقه بالاداره. هي خبره يعني خبرات جديده خلاص فنيا انا شفت كل حاجه واتعاملت مع مدربين كتير خلاص. فانا ما نقيت حتى في الوقت ده كابتن خالد العودي قال لي طب انت عايز تبقى مع الفرقه الكبيره ولا في القطاع الناشئين؟ فانا اللي قلت له والله حتى يعني حتى من كتر ما النادي الاهلي وقف جنب معانا قال لي طب انت ايه شايف البوزيشن اللي انت عايز تمسكه؟ قلت له امسك القطاع الناشئين اداريا بنات واولاد. وانا فبصراحه بشكره جدا، هو ساعتها وافق وجمال نفس الكلام اللي طلبه اتعمل له. فدي طبعا هي حاجه جديده عليا بس انا مبسوط فيها. يعني مبسوط طبعا، هي مهلكه شويه طبعا عشان حاجه جديده انت لسه بتتعلم. طبعا بس انا بتعلم بقى من الناس اللي امتى هتكون عضو مجلس اداره في الاهلي؟ والله نفسي في يعني في اقرب وقت. يعني في اقرب وقت. هل مجلس الاداره الحالي كابتن محمود الخطيب في كلامكم مثلا قال لك انه نراك في المجلس الفتره اللي جايه؟ هل انت بتخطط لده المجلس اللي جاي؟ بص احنا في النادي الاهلي عارفين ان هو في الاول وفي الاخر هم اتفاق. عمرك ما هتقدر تقول انا داخل انتخابات، مفيش حاجه اسمها كده. هو احنا كلنا مع القائمه الموجوده كابتن محمود، هم يقولوا ده هيخش هو ده اللي هيخش. انت بره الموضوع، لا هتفضل زي ما انت. يعني ما فيش حد بياخد قرار، هو في الاول وفي الاخر قرار النادي الاهلي. يعني طب قول الو بقى. الو الو الو، تعرفوا كابتنو؟ اهلا. اهلا اهلا. مين؟ عمرو الجندي. طبعا انت بتسمعها بزعيق في الملعب بس دلوقتي بهدوء كده وشياكه على التلفزيون. كابتن عمرو اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، عامل ايه الاخبار؟ منور الدنيا يا كابتن. ويعني عشره العمر بقى كابتن مودي خلاص اعلن الاعتزال. انا سامعك كويس. بقول لك عشره العمر كابتن مودي اعلن الاعتزال. والله انا من اكثر الناس اللي مفتقده في الفرقه. هو انا اغلبيه الوقت وانا بره الاهلي كنت بحبه خالص. ايوه دي بجد؟ كنت انا من خير معوضك. لا 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 احكيها لي، انا عجبتني السلاسه في القصه، حسيت ان هو بيقول. لا احكي لي احكي لي ازاي كانت، عشان طبعا انت في الجزيره اكيد. كانت عامله ازاي العلاقه؟ قريبه من شبه الملعب، حماسي وعايز يكسب على طول، انا عايز اكسب على طول.
فطبيعي كان جوه الماتش بتبقى كل ماتش نطلع متخانقين من الماتش، فبتأثر بره اللي هو عادي، لا مش هسلم عليك عادي، بسلم عليك ده عادي، حقيقي. مستنيك الماتش الجاي. ايه نقطة التحول في العلاقة؟ نقطة التحول هو من أول الناس اللي كلمتني الصراحة قبل ما أجي الفريق يعني الأهلي في وقت المفاوضات، كان هو كلمني وكنت انا برضه عارف ايه، متخانق معاه بقى لي 10 سنين يجيب الكلام في التليفون وتعالى والفرقه ومحتاج دي يعني اثرت. انا كان في ناس صحابي اكتر مثلا سيف جمال، ناس كتير، بس في ناس مش تعرف ان في مفاوضات، بس مودي يعني من اول الناس اللي يعني كان ليه دور كبير الصراحه. ايه رسالتك ليه بقى؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه بعد ما اعتزل؟ مرام سلام، تقول له ايه بعد ما اعتزل؟ بقول له يعني مفتقدينك في الفريق، مودي شخصية قوية جدا، مش زي ما هو قاعد مكسوف كده قدام الكاميرا، قائد حقيقي، ليه دور كبير في أوضة اللبس جوه الملعب وبره الملعب كان دوره مهم جدا، عشان نعوضه ومحتاجين كذا حد يقوم بدوره، ما يعني مش سيف لوحده أو لأ، يعني مودي كان قايم دور كبير جدا في لمة الفريق، في الناس الصغيرة ده بتشوف كابتن الفرقة ممكن يكون مش بيلعب كتير أو بيلعب قليل، بس مش فارق له أي حاجة، مش فارق له اسمه، فارق له الفرقة، هو غصب عنه هيتكسف وبيشجع الفرقة هو كمان. فمودي كان بعشان، وأنا متأكد يعني من غيرته على النادي ومن حبه ليه يعني هينجح في أي مكان، يعني أنا متأكد إن هو يعني إن شاء الله زي ما كلاعب كان جامد هيبقى مدير إداري جامد وعضو مجلس إدارة جامد وحاجات كتير أوي يعني. اتفضل رد قبل ما نختم. لا عمرو الجندي طبعا ده حبيبي، يعني انا زي ما بقول لك كده في الاول احنا الاثنين ما كناش لا بص يا كابتن عمرو، انا هقفل معاك واسمعه على التلفزيون لان هو صوته اصلا انا سامعه بالعافيه، فانت ما المكالمه عندك اساسا مش سامعها انا فمش سمعت هتسمعها. دلوقتي اهو، قول كابتن مودي. اتفضل يا كابتن. انا عمرو بالنسبه لي يعني قبل ما هو يجي فعلا كنا هو بيخانق كتير في الماتشات، هو كان حماسي كده وكان مستفز وانا نفس الكلام. اما جه بصراحه اقرب الناس ليا قريب جدا مني ولاقيه فرق جدا مع الفرقه، ولعيب برضو صراحة لعيب كبير، يعني إن شاء الله بإذن الله يعني هو زي ما قال كده يلموا الدنيا مع بعض إن شاء الله، ونقدر نعوض الجمهور عن بتوع العربية بإذن الله نكسبها إن شاء الله الماتش. طيب أسئلة سريعة بقى في ختام الحلقة، معانا 5 6 دقايق فنلحق، بس قبل ما نختم عايز أقول لكم إنه علم برنامج الماتش إن عقوبة طاهر محمد طاهر اللي تعرض للإيقاف بعد الطرد أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز هي رسميا 2 إيقاف، المباراة الأولى كانت أمام أسوان والتانية هتكون قدام الداخلية في الجولة الثالثة، طبعا ما بينهما لقاء الزمالك في السوبر، هي بطولة منفصلة وإنذارتها وإيقافاتها بحد ذاتها مستقلة كما تعلمون، إلى جانب تغريم اللاعب 10,000 جنيها. حكام مباراة السوبر الأقرب كان الإمارات، وما زالت هناك وجهة نظر أن يكون الحكام من الإمارات، لكن في وجهة نظر أخرى بلاش حوارات بلاش مشاكل، عايزين طاقم تحكيمي أوروبي، فتم مخاطبة الاتحادات الأوروبية وربما الآن الموضوع بيميل ناحية الحكام الأوروبيين. كابتن مودي، استبعدت من قائمة 2016 في أفريقيا، تمام. كريم الدهشان انضم مكانك، كانت فترة صعبة أكيد. اه طبعا، بس انا كانت بسبب الاصابه، يعني انا كانت الكلام ما بيني وبين كابتن طارق خيري على الاصابه، هو كان عايزني ابقى موجود مع الفرقه حتى لو كنت مصاب، هو شاف في الاخر ان انا لا الاصابه دي ممكن تاثر عليا بعد كده، فهو اكيد القرار برده كان بالنسبه لي متضايق شويه كده، بس هو في الاخر فهمني ان دي مصلحتي وكده وخلاص، كان الموضوع عدى، المهم كسبنا خلاص، خدنا البطوله وكسبنا يعني. وانت عندك 24 سنه، فوضك الزمالك برقم اكتر بكتير من اللي بتاخده في الاهلي، قلت انك رفضت الرقم ده ساعتها، لكن وقلت ساعتها ان الاهلي يمكن وصل له المعلومه وان اللاعب بيقعد مع الزمالك، فاحكي لي عن القصه، وكان بحسب معلوماتي انا بقى كان كابتن احمد عادل عبد الفتاح هو اللي بيفوضك. بص انا في الاول طبعا كابتن احمد عادل عبد الفتاح انا بحبه جدا، يعني انا من الشخصيات اللي بحبها جدا بعيدا على البوسكت او في البوسكت عامه، انا من الناس اللي بحبها جدا، وهو اخ اكبر ليا. هو حصل فعلا تفاوض مع نادي الزمالك يعني في الوقت ده، وهو على فكره هو من ضمن التفاوض قال لي انا عارف انت مش هتمشي، بس انت شوف الدنيا ماشيه ازاي، انت هتقدر تمشي ولا لا. انا قلت له بالنسبه لي، هو كان عارف من قبل ما يكلمني ان الموضوع يعني مستحيل، يعني بالنسبه لي والله انا البس تيشيرت تغيير النادي الاهلي دي، مش الزمالك بس، يعني مش هقول ان ده كلمني، ما بحبش اتاجر بالحته دي، بس حصل 6 7 مرات تفاوض على مدار تاريخي، يعني عمري في حياتي ما قعدت قاعده مع حد من بره، يعني ان انا قعدت اتفاوض دي عمرها ما حصلت، يعني عشان كده حتى دي كانت مسببه لي مشكله، ان الناس كل ما تيجي سيره مودي لا ده عمره ما هيمشي، ده عمره هو يفضل قاعد في الاهلي،
فانا بالنسبه لي حصل لكل حاجه، بس انا عارف الاهلي يعني. حكيت عن ان اسوأ ذكرى في مسيرتك انت قبل كده في حوار سابق ليك، ان وقت ما مع الجمهور بتاع الزمالك في ماتش رحت حادف الكرة عليهم وانت متعصب، قلت ان ما كنتش عندي خبرة فزعلان على قصة زي دي، ايه التفاصيل؟ هو مفيش، انا كنت لسه صغير في اول مرة العب نهائي كاس مصر اهلي وزمالك، كنت جايب في الماتش ده 30 بونت ومنهم الباسكت الاخير. فانت صغير بقى ومندفع، والجمهور الاهلي كان كتير قوي، والجمهور الزمالك كان كتير، وهم كانوا بيشتموا يعني بيشتموني بمامتي الله يرحمها يعني. الله يرحمها. فانت رد فعلك انا خلاص بكسبنا، وانا جبت الباسكت المكسب، فكان ساعتها طارق غنام واخد الكوره مش عايز ناخدها بهزار يعني، فانا عايز اخدها في اخر 5 ثواني واحدفها على جوز، ما هي جت كده معايا يعني. انا غلطت ساعتها يعني صراحه، بس دي من الحاجات اللي برضه لو قررت مش هعملها طبعا، بس هي كان عندي 18 سنه 19 سنه يعني. طيب انا هتكلم دلوقتي مع عضو مجلس اداره مقبل ايا ما كان في اي مجلس اداره جاي في الاهلي او ربما رئيس الاهلي. لا لا مش ده لسه. لسه ما بتكلم مقبل جاي بقى في يوم من الايام طبقا لطموحك يعني. انت من اللاعبين القليلين اللي اتكرموا بالشكل ده، انت اتكرمت من الاهلي اداريا واعلاميا وجماهيريا، واعلاميا دي مش سهله يعني، ممكن اداريا تحصل بهدوء كده وشياكه، جماهيريا ممكن تحصل، لكن اعلاميا دي مش اي حد الاهلي بيشكره اعلاميا بالشكل ده. ده بعكس لاعبين في مجال الكره، رمضان صبحي مثلا، حسام عاشور مثلا، انت شفت ازاي طريقه مشيانهم من الاهلي وما بعد ده؟ لا طبعا انا بالذات حسام عاشور يعني، حسام عاشور اللي هو لعب واحد ادى عمره كله من هو صغير، انا زعلت على رد فعله يعني، هو اتعامل بالطريقه بغلط يعني. حسام عاشور ما حدش سمع له حس في النادي الاهلي، ولا عمره اتكلم على تجديد، ولا عمره يمشي ولا الكلام ده، غير غلطه واحده دفعته ثمن حاجات كتير قوي، ان هو انت مهما حصل لازم تبقى في صف النادي الاهلي. اكيد انت بيجي لك ساعات اي حد كده بيحصل له مشاكل جوه وبتتضايق، بس احنا معروف عننا في النادي الاهلي ان كل حاجه بينا وبين بعض يعني، لو في حاجه اي مشكله قد كده بتبقى بينك وبين بعض. فعش يطلع يتكلم، هو ما طلع يتكلم انا بالنسبه لي دي خلصت كل حاجه يعني. دي حسام عاشور، مع ان احنا كجمهور النادي الاهلي وكاي حد بيحبه جدا لحد دلوقتي، بس هو ما كانش ينفع تقف في صف بعيد يعني، النادي الاهلي ماشي يمين لازم تبقى ماشي يمين مهما كان الثمن، وفي الاخر هتطلع كسبان يعني، حتى لو حصل كده هتطلع كسبان. فده بالنسبه لحسام عاشور. رمضان صبحي هو شايف وجهه نظره بقى ان هو يلعب في حته غير الاهلي ماديا وطموحاته والكلام ده، بس مع كامل احترامي كلمه الطموح دي بس اللي ضايقت الجمهور. انت كطموح تلعب في النادي الاهلي يعني، ماشي طموح ده ممكن نلعب في، عايز تحترف بره، عايز تعمل حاجه بره، بس كطموح وبره وحته بره النادي الاهلي في مصر مع كامل احترامي دي حتى مش ما تخش تعال حد يعني، الموضوع مستحيل يعني. كهربا صديق وبنشوف تبادل التيشيرتات ايه الرساله اللي بتقولها له؟ انا والله اول ما رجع كلمته يعني، هو على فكره شخصيه طيبه جدا حقيقي. وحاجه حقيقي. يعني هو بس محتاج ان يعني الناس تبقى فاهمه صح، محدش يحطه في الحتت بتاعت المشاكل والكلام ده، وانا شايف ان كهربا رجع لمستواه، انا لسه بقول له احسن لعيب في مصر في الحته دي. كهربا كان لعيب كبير جدا يعني، وهو ان شاء الله الموضوع يتحل ويرجع للنادي الاهلي. نرجع للنادي الاهلي. طيب اخيرا وقبل الختام، صوره هتطلع هنا هتوجه لصاحبها رساله. طبعا ده بقى الاب الروحي ليا ده في الباسكت صراحه، كابتن سيد مصطفى ده راجل هو اللي عملني في الباسكت صراحه، من وانا عندي 7 8 سنين هو اللي خلاني العب باسكت. فطبعا ده بشكره على كل حاجه عملها في معايا في حياتي، ان هو ده من الناس بقول لك الاب الروحي ليا بصراحه. الصوره الثانيه والاخيره، لا قبل الاخيره، كابتن طارق الغنام. لا حبيبي ده طبعا ده كان مثلي اعلى طول عمري، وطارق الغنام ده هو اسطورتنا في الباسكت، فانا بشكره على كل حاجه برضو. وانا صغير والله هو قال لي انت هتطلع نجم وهتعمل يعني، من وانا صغير لسه بلعب قال لي هتبقى في الدرجه الاولى وهتطلع نجم وهتكسب بطولات، فانا بشكره طبعا. وجه رساله الى هؤلاء. لا دول ما فيش حاجه، انا واحد منهم والله صراحه، الجمهور الاهلي ده والله بعيد عن اي حاجه، انا واحد منهم، من غيرهم الموضوع بيبقى مستحيل وصعب، وانا خلاص انا هرجع لهم تاني زي ما قلت كتبت انا في البوست بتاعي، انا بدات هنا وخلاص ولعبت وهرجع هنا تاني، فانا بشكرهم على كل الدعم بتاع السنين اللعب ده، وان شاء الله ابقى واحد منكم بقى ونشجع الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن مودي الجرحي نجم النادي الاهلي وقائد الفريق، بس في حاجه عايز اقولها سابق، حاجه خير، اتفضل رسالتك الاخيره. انا بس عايز اشكر بابايا يعني، بابايا ده عمري ما اديته حقه في اي مره، الراجل ده هو ده يعني هو اللي خلاني ابقى لعيب باسكت، هو اللي عملني من اول يعني فروم اي تو زد من الاخر، انا بشكره على كل حاجه عملها، عشان هو عمره ما حد جاب سيرته، والراجل ده ضحى في النادي الاهلي كتير حاجات، طبعا مش هتكلم عليه دلوقتي بس حاجات كتير، فانا بشكره ان هو سبب ان انا اصلا اكون قاعد معاك دلوقتي هنا والله، هو
ومامتي الله يرحمها برضه يعني كان نفسي تبقى موجوده في الوقت ده. ربنا يرحمها وربنا يا رب يخلي لك بابا ويفرحه بيك ويفرحك بصحته وطولة العمر باذن الله. احمد الجرحي وصاني ازنقك في كره القدم لكن انا لا 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 ما عملتش كده. لا خلاص يقول لك ارسنال وريال مدريد يا مفتري مالهم طبعا. هو الاهلي رقم واحد بعد كده بقى يجي. كابتن مودي نورتني وشرفتني وانبسطت جدا بالحوار وانا جدا والله ربنا يخليك. انا زي ما انت بتقول بتكسف بس يعني الحمد لله عرفت اتكلم شويه الحمد لله. ربنا يوفقك في الخطوه اللي جايه وقدها باذن الله ان شاء الله باذن الله. نورنا اسطوره الاهلي وقائد الاهلي في كره السله الكابتن مودي الجرحي وانتوا كمان كالعاده نورتونا باذن الله. غدا لقاء جديد اخير لهذا الاسبوع فاكيد هنتكلم في ابرز ملفاته عن مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه. تحيات كل فريق العمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء.